السلام عليكم. ان شاء الله في الفيديو ده هشرح شابتر رقم 2 في جزء دكتور صبري، اللي هو شابتر السميث تشارت. شابتر السميث تشارت. طيب، في البداية في شابتر الترانسميشن لاين بيبقى عندنا ترانسميشن لاين بالشكل ده. ده كده ال V generator، وده كده ال Z generator، وده كده اللي هو الترانسميشن لاين، وده كده اللود، وده كده عند زد ايكوال زيرو، وده كده عند زد ايكوال ال. فكان بيبقى عندي ترانسميشن لاين ليه كاركترستيك ان بين زد نود، وكنت بقى في الشابتر ده عايز احسب شويه حاجات، زي مثلا الريفليكشن كوفيشنت كان بيساوي ايه، الزد لود ناقص الزد نود على الزد لود بلس الزد نود، ده اللي هو الريفليكشن كوفيشنت عند اللود. الستاندنج ويف ريشيو كانت بتساوي 1 زائد ماجنتيود الريفليكشن كوفيشنت على 1 ناقص ماجنتيود الريفليكشن كوفيشنت. كنت عايز احسب قيمة الزد انبوت عند بعد معين من اللود، فكان بتبقى الزد انبوت عند بعد معين من اللود بتساوي زد نود. احنا معظم شغلنا كان لوسلس، فاكتب القانون بتاع اللوسلس على طول. هنا زد لود بلس جي زد نود تان بيتا ال داش، وده كده البعد من اللود، وده كده زد نود بلس جي زد لود تان بيتا ال داش. طبعا عشان هي تان مش تانج جاما، علشان انا شغال لوسلس لان معظم مسائلنا كانت لوسلس. فدي كده اللي كنا الحاجات اللي كنا بنحسبها في الترانسميشن لاين. كنا ايه، بنحسب قيمة الزد انبوت عند بعد معين من اللود اللي هو ال داش. كنت بحسب قيمة الريفليكشن كوفيشنت عند اللود. كنت بحسب قيمة الستاندنج ويف ريشيو. كان ممكن يديلك الزد انبوت مثلا عند الجنريتور، ويديلك الزد نود، ويطلب منك الزد لود. يبقى مديك الزد انبوت مثلا عند الجنريتور هنا، او الزد انبوت عند بعد معين من اللود، يبقى مديك ال داش، ومديك الزد انبوت ويطلب منك الزد لود. كان ممكن يعمل كده. فده كده الحاجات اللي انا كنت بشتغل عليها، طبعا بلس شويه حاجات تانية زي مثلا البعد ما بين اللود والفيرست ماكسيم والحاجات دي هنتكلم عنها برضه. بس هي دي الحاجات اللي انا كنت بحسبها في شابتر الترانسميشن لاين، ودي كده كانت فكره الترانسميشن لاين. ان هو الترانسميشن لاين لوسلس مثلا او ايا كان، بحسب الريفليكشن كوفيشنت عند اللود، ديسندنج ويف ريشيو، زد انبوت، وهكذا. طيب، في بقى شابتر السميث تشارت. في شابتر السميث تشارت فكرته ايه؟ فكرته ان انا احسب برضو نفس الحاجات ديت بس عن طريق جراف، ان يبقى في كده الشارت بتاعت السميث، و عايز احسب برضو نفس الحاجات دي كلها، اللي هو الريفليكشن كوفيشنت، اللي هو الستاندنج ويف ريشيو، اللي هو الزد انبوت عند بعد معين من اللود. احسب كل الحاجات دي برضو بس عن طريق الجراف مش عن طريق المعادلات والاناليتيكال. عايزين نحسبها عن طريق الجراف مش عن طريق المعادلات. فدي كده فكره السميث تشارت. بس خلي بالك من نقطه، ان السميث تشارت معموله بس لللوسلس ترانسميشن لاين. احنا خدنا ان الترانسميشن لاين ممكن يكون لوسي، في لوسز، ممكن يكون لوسلس، ممكن يكون ديستورشنلس. السميث تشارت معموله لللوسلس ترانسميشن لاين، عشان كده في كل مسائل سميث انت شغال لوسلس ترانسميشن لاين. لكن لو كانت مساله مش لوسلس مش هيقول لك حلها سميث. ففي الامتحان اصلا بيجيب لك سؤال ب 15 درجه على الترانسميشن لاين، ممكن يكون لوسلس، ممكن يكون لا، او عاده لوسلس، وبيجيب لك سؤال على السميث تشارت برضه ب 15 درجه، بس طبعا لازم يكون ايه، لوسلس ترانسميشن لاين. تمام. فدي اول نقطه. فاول نقطه ان السميث تشارت معموله علشان تجيب نفس الحاجات دي كلها، بس بدل ما كنت في شابتر واحد بتجيبها عن طريق المعادلات، لا، ده انت في شابتر السميث هتجيبها عن طريق الرسم، مش هتبقى بتحل معادلات خالص. وتاني نقطة ان السميث تشارت معمولة لللوسلس ترانسميشن لاين. دي نقطة تانية، معمولة لمين؟ معمولة لللوسلس ترانسميشن لاين. طيب تعالوا نكمل. احنا عندنا اي امبيدنس، اي امبيدنس سواء كانت زد انبوت او سواء كانت زد لود، مش الامبيدنس بتبقى عباره عن جزء ريل بلس جي جزء ايماجينري. ف
فالإمبيدنس كانت بتبقى عبارة عن جزء ريل وجزء ميرج. فانت الفكرة بتاعت السبيس ايه زي ما هنشوف دلوقتي، ان انا مثلا عايز احسب قيمة الزد انبوت عند بعد معين من اللود، فتلاقيني بدأت اخد الزد لود اللي هو هتبقى جيفن معاك في المسألة، انت هيبقى مديك الزد لود و مدي لك البعد من اللود اللي هو عايزك تحسب عنده زد انبوت، المفروض انت تحسب زد انبوت بس المرة دي عن طريق الرسمة مش عن طريق الايكويشن. فالمرة دي هتعمل ايه؟ هتلاقي نفسك بتيجي على السميث تشارت وبتوقع الزد لود اللي هو مديها لك، وبعد كده هتلاقي نفسك ان انت بتمشي من الزد لود دي مسافة ال داش اللي هو مديها لك لحد ما توصل لنقطة تانية. النقطة التانية دي هتجيب احداثياتها هتبقى هي دي كده الزد دايما. ده طبعا لسه هنفهم الموضوع ده بالتفصيل، بس دي الفكرة، ان هو هتلاقي نفسك عشان تحسب الزد انبوت عند بعد معين من اللود فانت لازم توقع الزد اللود اللي هو مديها لك وتبدا تمشي منها المسافه لحد ما توصل للزد انبوت اللي انت المفروض تحسبها، او الزد انبوت اللي انت عايز تحسب عن او النقطه اللي انت عايز تحسب عندها الزد انبوت، وتجيب احداثيات تبقى هي دي كده الزد انبوت. عشان تحسب اصلا الريفليكشن كوفيشنت عند اللود او الاستاندنج ويف ريشيو انت لازم توقع الزد لود اللي هو هيبقى مديها لك. ممكن تلاقيه ادالك الزد انبوت وطلب منك الزد لود، فانت هتوقع الزد انبوت وتفضل ماشي من الزد انبوت دي المسافه اللي ما بين الانبوت واللود زي ما هنشوف. فمثلا يقول لك احسب لي الزد انبوت عند، هيبقى مديك الزد انبوت عند الجنريتور وطلب منك الزد لود مثلا، فانت هتوقع الزد انبوت وتفضل ماشي مسافه طول الترانسميشن لاين كله لحد ما توصل لنقطه، النقطه دي بتمثل الزد لود، هتروح جايب احداثياتها يبقى دي كده مين الزد لود. فتلاقي ان الفكره في السبيس تشارت زي ما هنشوف في البدايه ان انت لازم توقع الامبيدنس اللي هو هيبقى مدالك، تشوف قيمة الامبيدنس اللي هو مدالك وتوقعها على سميث تشارت. طب هل هو هيعمل لك سميث تشارت لكل ترانسميشن لاين؟ يعني كل ترانسميشن لاين بيبقى ليه ايه؟ كاركترستيك امبيدنس مختلفة. كل ترانسميشن لاين بيبقى ليه قيمة زد نود او كاركترستيك امبيدنس مختلفة عن اي ترانسميشن لاين تاني. فهل هو هيعمل لك سميث تشارت لكل زد نود او يعمل لك سميث تشارت لكل ترانسميشن لاين؟ لا طبعا. فالسميث تشارت اللي هو عاملها لك هي مش بتدبند على الزد نود بتاعت الترانسميشن لاين اصلا، فبالتالي انا مش هبقى باخد الزد ذات نفسها واوقعها على السميث، لا انا لازم اخد الزد دي واقسمها على قيمه الزد نود واجيب حاجه اسمها الزد النورمالايز اللي هي زد داش اللي هي زد النورمالايز اللي هو هياخد قيمة الزد دي اللي هو جزء الريل بتاعها هقسمه على زد نود، و جزء الايمجري بتاعها هقسمه على الزد نود. فليه بجيب الزد النورمالايزد؟ ليه بجيب الزد النورمالايزد؟ علشان هي دي اللي هوقعها لسميث تشارت، بحيث دي كده مش هتبقى بتدبند على قيمة الكاركترستيك امبيدنس بتاعة الترانسميشن لاين لأن أنا قسمت عليه. ليه لازم اعمل كده؟ لان هو عامل لك سميث تشارت اللي هو عاملها لك ديت مش للترانسميشن لاين سبيسيفيك، مش عاملها لك علشان كاركترستيك امبيدنس سبيسيفيك، لا. فعلشان تبدا توقعها اصلا على السميث انت لازم توقع النورمالايزد امبيدنس، ان انت تاخد الامبيدنس بتاعتك اللي هي جزء ريل وجزء امبيدنس تروح قاسمها على الكاركترستيك امبيدنس بتاعت الترانسميشن لاين. وبعدين النورمالايز دي بقى اللي هي هتبقى عباره عن ريل جديد بلس ايماجين جديد سميه ار سمول واكس سمول، كده تاخد بقى الريل ده اسمها زد نود والايماجين ده اسمها زد نود. فالنورمالايز امبيدنس دي بقى هي دي اللي انت هتوقعها على السميث تشارت، ومنها تمشي وتجيب بقى الامبيدنس الثانيه اللي هو مثلا مديك زد لود تجيب منها زد انبوت، مديك زد انبوت تجيب منها زد لود، وخلاص بقى انت جبت الامبيدنس الثانيه عايز ترجعها تاني بقى. هو الامبيدنس التانية اللي انت تبقى جبتها على السميث تبقى برضه نورمالايزد، لأن أي امبيدنس على السميث هي نورمالايزد مش بتبيز على الكاركترستيك امبيدنس. فلو هو مثلا مديك الزد لود وانت جبت الزد لود نورمالايزد وعايز منها تجيب الزد انبوت، فانت هتتحرك المسافة اللي هتشوفها اللي هي المسافة ما بين اللود والنقطة اللي عايز تجيب منها الزد انبوت، هتتحركها على السميث وتحدد نقطة الزد انبوت نورمالايزد وتجيب احداثياتها
بس دي كده زد انبوت نورمالايز. عايز بقى تجيب منها زد انبوت الاصليه، هتروح ضاربها في الزد نوت، مش اسمها زد نوت، لا هتروح ضاربها في الزد نوت، فتروح انت عامل العكس وضاربها في مين؟ ضاربها في الزد نوت. فده اللي هنشوفه واحنا شغالين، ان انا اي امبيدنس بديها لك عايز توقعها للسميث، هتروح قاسمها على الزد نوت تطلع النورمالايزد امبيدنس. طب وبعد ما تطلع النورمالايزد امبيدنس تبدا ان انت توقعها على السميث، تتحرك تجيب النورمالايزد امبيدنس الثاني. جبت النورمالايزد امبيدنس الثاني، عايز بقى تعرف قيمه الامبيدنس الحقيقيه، تروح تضربها في زد نود علشان ترجعها من النورمالايزد لامبيدنس حقيقي. تمام جدا. فدي كده شويه نوتس عن السميث شورت. يبقى انا عشان اوقع اي امبيدنس هبقى بوقع جزء الريل بتاعها وجزء الايماجنري بتاعها على السميث شورت. يبقى انا كده وقعت ايه؟ وقعت الامبيدنس. كلام جميل، تعالوا نكمل. انا كده وقعت الامبيدنس. تمام. السميث شارت بقى عباره عن ايه؟ السميث شارت عباره عن دوائر كامله وانصاف دوائر. خلينا في الاول في الدوائر الكامله. ادي كده نقطه، ادي كده اول دايره كبيره في السميث. الدوائر الكامله بتمثل دوائر الريل، دوائر الريل يعني الدايره الكبيره خالص اللي اكبر دايره في السميث. وطبعا هوريكم رسمه السميث دلوقتي ونحل عليها يعني، بس تعالى بس نرسمها كده بعد كده نبدا نشتغل عليها من الرسمه. زي ما بقول لك ايه، السميث عباره عن دوائر كامله وانصاف دوائر. فنبدا في الاول بالدوائر الكامله. الدوائر الكامله بتمثل جزء الريل، الدوائر الكامله بتمثل جزء الريل. ادي كده اول اكبر دايره في السميث، بس انا برضه مش عايز مش مكبرها قوي يعني، عايزين نكبرها شويه. دي كده ايه اكبر دايره في السميث، ودي كده دي كده دايره اللي هي الريل بتاعها بيساوي زيرو. دايره الريل بتاعها بيساوي زيرو. زي ما قلت لك الدوائر الكامله، السميث عباره عن دوائر كامله وانصاف دوائر. الدوائر الكامله بتمثل جزء الريل، فالدايره الكبيره خالص دي هي دايره الريل بتاعها بيساوي ايه؟ بيساوي زيرو. دي اكبر دايره في السميث. طب الدايره الاصغر منها، انا الدايره بتاعتي مش لطيفه قوي، بس هي دايره. الدايره دي هتلاقي ان الريل بتاعها بدا يزيد، يبقى مثلا 2 من 10. بعد كده اهو مثلا كام؟ 4 من 10، وهكذا لحد ما هتلاقي في دايره بتمر بالسنتر بتاع السميث. هتلاقي سنتر السميث معمول كده. الدايره اللي بتمر بسنتر السميث دي دايره الريل بتاعها بواحد. بعد كده بقى دوائر تانية أصغر، كل ما الدايرة تصغر كل ما جزء الريل بتاعها يكبر. دي مثلا 2، هتلاقي دايرة تانية 5. طبعا الرسم بتاعي معوق جدا يعني، بس يعني ايه أحاول أحسنه تاني وأوريكم بقى الرسمة الأصلية دلوقتي. برضه مش يعني دايرة لطيفة، بس نحاول نرسم أي حاجة كده. جيم محاولة أخيرة. هو عندي دوائر، بس انا بس عايز ارسمها لك بس اوريك بس الدوائر معمولة ازاي. الدوائر كاملة ايه وهوريك بالارقام اللي انا كنت بوريكوا عليها دلوقتي، بس برضه ارسم كده عشان محتاج الرسمة.
فدي الريل بواحد، ودي مثلا نقول الريل باتنين، ودي الريل بستة من عشرة، دي الريل بخمسة من بأربعة من عشرة، الريل باتنين من عشرة مثلا، الريل بزيرو. فدي الدوائر الكاملة، وده كده سنتر السميث، ده كده السنتر بتاع السميث. فهتلاقي بص، تعالى بس اوريكوا الدوائر الكاملة على السميث الأول، بعد كده نشوف أنصاف الدوائر. بصوا كده، بصوا طبعا سيف من التدريجات ديت، يعني شايف يعني التدريج ده والتدريج ده لسه ما اتكلمناش عليهم. ادي كده اكبر دايره، يعني دي كده بتمثل اكبر دايره. مش عارف انا لو فتحتها على البينت هتبقى افضل ولا لا، يعني لو خدت دي كده سكرين شوت مثلا فتحتها على البينت هل هتبقى افضل؟ من افضل اهو. يعني بصوا كده يا جماعه، بس انا ما خدتهاش كامله، فاخد الصوره كامله واحطها على البينت. انا واخد النص اللي فوقاني فيها، بس يعني ده اللي محتاجه. فتلاقي بصوا في عباره عن دوائر كامله، ده كده السنتر بتاع السميث اللي بقولك عليه. هتلاقي اكبر دايره خالص اللي هي الدايره دي، دي كده اكبر دايره. هتلاقي هنا في تدريج، وانا في تدريج لسه ما اتكلمناش عليهم. دي كده بتمثل اكبر دايره، دي الدايره كده اللي الريل بتاعها بيساوي زيرو. شايفين دي كده؟ بعد كده زي ما بقولك هيبقى في هنا وهنا، عشان هيحط لك تدريج هنا وتدريج هنا، فهيعمل لك حاجتين بعديهم، عشان يبقى في ما بين دي ودي في تدريجين، تدريج تحت وتدريج فوق، وما بين دي ودي في تدريجين، تدريج تحت وتدريج فوق. بس لسه هنتكلم عليهم. بس اللي انا ماشي عليها دي، دي اكبر دايره اللي هي دايره الريل بتاعها بزيرو. بعد كده تلاقي في دايره تاني اهي، دي الريل بتاعها بكام؟ بواحد من عشرة، اللي هي الدايره اللي انا ماشي عليها دي، دي الريل بتاعها بواحد من عشرة. طب كاتب الواحد من عشرة فين؟ يعني بص دي اتنين من عشرة ودي واحد من عشرة، دي الدايرة الريل بتاعها اتنين من عشرة. طب كاتب الواحد من عشرة فين؟ هتلاقيه كاتبها هنا تحت كده خالص. بص كاتبها لك فين؟ ايه كاتب لك واحد من عشرة. بص انت لو مشيت معايا اهو، بس محتاج بقى نظر كويس شوية. لا نمسح دي كده. بصوا كاتب لك الواحد من عشرة هنا، اللي هو التدريج ده، مش الكبير ده، اللي هو ده. شايفين ده؟ امشي معاه كده، روح من عشرة. هو انا اقصد ان اتلخبط، ده الواحد من عشرة بتاع الامبيد. انا اقصد انا بتكلم على الريل. هو بص لو مشيت مع الواحد من عشرة ده كده، امشي معاه، امشي معاه، اللي انا بقول لك انه واحد من عشرة. امشي 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 كده اهو اهو اهو، ده وصلان الواحد من عشرة لو كاتبه لك. ف دي كده الدايرة الكبيرة خالص، دايرة الريل الكبيرة خالص اللي هو الريل بتاعها بزيرو. دي كده الدايرة اللي هو الريل بتاعها بواحد من عشرة، وزي ما قلتلك انت لو مشيت هتلاقي كده بالك هنا. دي الدايرة اللي هو الريل بتاعها باتنين من عشرة. بص لو مشيت برضو كده هتلاقي ان هو كده بالك تحت، بس هو كده بالك فوق، فانت مش هتحتاج تبص على تحت هنا، بس عشان ما كانش كاتبها فوق فروحت انا بصيت على ايه، الواحد من عشرة اللي تحت. ودي الدايرة اللي الريل بتاعها أربعة من عشرة، دي الدايرة الريل بتاعها ستة من عشرة، تمانية من عشرة، دي الريل بتاعها بواحد. ولو مشيت بقى مع الدايرة الكبيرة اللي هو الريل بتاعها بواحد، هتلاقيه ان هو بقى مارر بمين؟ بالسنتر بتاع السميث. طبعا هي دايرة كاملة لان هو مش هيجي هنا. لا بص ده كده الخط الأفقي، ده الخط الأفقي اللي بيمر في سنتر السميث، لان ممكن اعمله كده. انا كنت المفروض اعمله كده، شايف ادي الخط الافقي هو اللي بيمر بسنتر سميث، وده الخط الراسي، ده الخط ايه الافقي. فزي ما بقول لك ايه، هتلاقي ان هي دايره كامله، بس عشان بس انا واخد لك النص الفوقاني، بس تحت برضو هي عباره عن دايره كامله، تكمل كده وتطلع من هنا وتوصل هنا. طب يبقى دي كده الدايره الكامله
الريل بتاعها بزيرو، دي كده الدايره الكامله الريل بتاعها 1/10. قلت لك هتمشي كده هتلاقي 1/10 مكتوبه لك هنا، دي 2/10، دي 4/10، 6/10، 8/10، 1. بعد كده تلاقي بدأت تزيد تاني. دي كام؟ شايف دي كده كاتب لك هنا 1/2. يعني لو انا مشيت كده هتلاقي ان دي كده هي 1/2، هتلاقي هنا مكتوب لك 1/4. لو مشيت كده دي 1/4، 1/6، 1/8، هتلاقي بيقول لك دي مكتوبة 2. محتاجة نظر طبعا قوي شوية. افضل ماشي كده هتلاقي دي مكتوبة 3، دي 4، دي الدايرة بتاعت الخمسة، دي الدايرة الكاملة بتاعت الأربعة اللي هتبقى كده. بس طبعا امشي بقى معاها واحدة واحدة وخدها بقى كلها. دي الدايرة بتاعت التلاتة، امشي معاها بقى كده من فوق ومن تحت وياخدها كلها. طب ان بتوين ما بين الدوائر الكبيرة، فانت عندك ما بين دايرة الزيرو مثلا والواحد من عشرة عامل لك تدريج، فالتدريج ده بيمثل 5%. فلو انت عايز توقع 5% هتوقعها على ده، مش لازم يكتب لك، بس انت ده زيرو ده 1/10، يبقى ده 5%، ده 1/10 وده 2/10، فده 15%، ده 2/10 وده 4/10، فدي 3/10. ممكن تلاقي 3/10 مكتوبة، يعني مش كده 3/10 هتلاقي مكتوبة ايه. طب ما بين 3/10 و2/10 فده تدريج 25%، وده 35%، ما بين 4/10 وخمسة وستة من عشرة هتلاقينا فيه 5/10 أهو، ما بين ده وده 45%، وده 55%. طب افرض أنت لما جيت مثلا وقعت نقطة ومشيت المسافة اللي قلتلك عليها، جيت وقفت لقيت ان الامبيدنس بتاعتك هنا، فانت عايز تقول عايز تعرف ايه جزء الريل بتاع الامبيدنس ده. فانت ولا انت لقيته 4/5، ولا 6/10، ولا حتى 55%، هتقربه، هتقول هو قريب من الخمسة من عشرة، أقرب من الخمسة من عشرة من 55%، فهعتبره 51%، 52%، ويبقى ده كده جزء الريل بتاع النورماليزد امبيدنس. بس الفكرة في ايه؟ الفكرة بس إن أنا هوقع امبيدنس معين، وبعدين وأنا بوقعها أصلا أنا ممكن وأنا بوقع النورماليزد امبيدنس ألاقي النورماليزد امبيدنس جزء الريل بتاعها مثلا ب 52%، ده جزء الريل بتاع النورماليزد امبيدنس. فانا مش هبقى عارف ايه دايره الريل اللي الريل بتاعها 52%، فدي 5/10 ودي 55% ودي 6/10، فتلاقيني حطيتها هنا. طب مشيت مسافه معينه على عشان احسب قيمه الزد الثانيه اللي هي وليكن مثلا الزد انبوت، ولقيت ان الزد انبوت المفروض تبقى هنا، فجزء الريل بتاعها هيبقى ايه؟ هقول لك دي 6/10، دي 7/10، دي 8/10، ودي 7/10، ودي 75%، دي 7/10، حتى لو مشيت هتلاقي 7/10. فيبقى دي كده لما اجي اقول ان خلاص انا جبت امبيدنس وعايز اعرف احداثياتها عشان اجيب منها النورماليزد امبيدنس، ومنها اجيب الامبيدنس الاساسيه. فاقول يبقى دي كده قيمتها بكام؟ قيمتها ب 72%، اقربها. فاللي عايز اقوله لك ان انت هتلاقي ما بين دوائر الريل كامله في دوائر صغيره. الدوائر الصغيره دي معروفه، يعني دي مثلا 5/10، 6/10، دي 55%، لكن ان بتوين كمان حاول تقرب. هتلاقي وانت بتمشي هنا مش شرط، انت ممكن تلاقي ما بين كل تدريج والتاني وانت ماشي هنا لاينز كتير، ممكن تلاقي لاينز قليله زي ما قلت لك دلوقتي. ممكن تلاقي مثلا ما بين تدريج ال 1/4 وال 1/6، لا دي قليله. ممكن تلاقي ما بين مثلا تدريج ال 4 وال 5 في كذا لاين، في كل لاين منهم مثلا يبقى 2/10 لو في مثلا 5 لاين. فاللي هو انت ماشي كده بتقرب. انا في ما بين الاربعه والخمسه 5 لاين مثلا، في 5 لاين ما بين الاربعه والخمسه، يبقى ده كده 4 4 و2، 4 4 4 و6، 4 و8، وايه و5، اللي هو بتقرب بالشكل ده. يبقى دلوقتي اتكلمنا عن الدوائر الكامله، تمام؟ دي كده الدوائر الكامله في السبيس. فالدوائر الكاملة بتاعت السميث دي بتمثل دوائر الريل، أكبر دايرة خالص اللي أنا وريتها لك، ومش بتاعت التدريجات، ما بتكلم عن الدايرة الكبيرة خالص اللي هي فين؟ اللي هي الدايرة دي، لأن زي ما قلت لك بعد كده هيبقى فيه هنا، وهتلاقي هنا فيه تدريج متقسم فوق وتحت، بعد كده فيه هنا، وبعد كده فيه تدريج متقسم فوق وتحت. فالدايرة الكاملة اللي الريل بتاعها في زيرو هي الدايرة دي. ف
دي كده الدايرة اللي هو الريل بتاعها بزيرو. بعد كده هتلاقي بقى ده الريل بتاع 1 من 10، 2 من 10، 4 من 10، 6 من 10، 8 من 10، 1. وبعد كده تبدأ تخش بقى 2، لحد يعني كل ما قيمة الريل بتزيد كل ما تلاقي الدايرة بتظهر لحد شايف النقطة دي، دي تعتبر نقطة الريل بتاعها بما لا نهائي، كأنها دايرة صغيرة جدا. يعني بص هتلاقي بقى الريل بقت بخمسة 10، الريل بخمسين، بص دي كده دايرة الريل بتاعها بخمسين، مش لا دي 20، دي 50، لحد النقطة دي بتمثل دايرة الريل بتاعها بكام بما لا نهائي، بتمثل دايرة الريل بتاعها بما لا نهائي. فأنا زي ما قلت لك بس هتعرف منين؟ لو لقيت حاجة مش ظاهرة هنا فدي 1 من 10 مش ظاهرة مثلا، دي 2 من 10، دي 1 من 10 مش ظاهرة، فتفضل ماشي معاها كده لحد ما تلاقي الرقم مكتوب هنا. نفس الكلام هنا مثلا دي 8 و6، فأنت عارف إن دي 7، مش عارف إيه، فضل ماشي معاها لحد ما تلاقي برضه إيه مكتوبة أوريدي. ده كلام جميل جدا. تعالى كده نشيل الرسمة دي خالص ونرجعها تاني. بس يبقى اول حاجه في السميث زي ما اتفقنا ايه هي الدوائر الكامله، ان انا عندي دوائر كامله في السميث. ايه تاني؟ هو دي كده سنتر السميث، هو وريت لك ان السنتر، هتلاقي ان السنتر معمول بالشكل ده اللي هو هيبقى بيمر بيه دايره الريل اللي هي الريل بتاع واحد، ده كده السنتر بتاع السميث. طيب يبقى الدوائر الكاملة بتمثل الريل. طب أنصاف الدوائر بقى هتلاقي أنصاف دوائر بالشكل ده، أدي كده أول نص، أدي كده نص الدايرة التاني، فده كده هتبقى دايرة نص الدايرة ديت، دي بتمثل imaginary بيساوي 1 من 10. خلي بالك من نقطة، أنا لو عندي impedance بيبقى ليها real وليها imaginary، فالإيماجينري ده ممكن يكون موجب او ممكن يكون سالب، لكن الريل لازم يكون موجب. عشان كده الدوائر الريل اللي احنا شفناها كانت موجب بس، ما كانتش موجب وسالب، لكن هتلاقي ان الإيماجينري ممكن يكون موجب وممكن يكون سالب. فتلاقي ان انصاف الدوائر دي بتمثل القيم اللي فوق، دي بتمثل القيم الموجبه، وانصاف الدوائر اللي تحت بتمثل القيم السالبه للإيماجينري. بس طبعا احنا هنبقى بنوقع نورمالايزد يعني، بس بتكلم عموما الإيماجينري هيبقى الجزء، أنصاف الدوائر اللي فوق بتمثل الجزء الموجب، وأنصاف الدوائر اللي تحت بتمثل الجزء إيه؟ السالب. فتلاقي نص دايرة كده دي اللي هي الإيماجنري بتاعها 1 من 10، بعد كده نص دايرة تاني دي اللي هو الإيماجنري بتاعها بكام؟ ب2 من 10، بعد كده نص دايرة تالت الإيماجنري بتاعها ب3 من 10. يفضل شغال كده لحد شايف، بص لما تطلع كده بنص دايرة وتقطع هنا، شايف تقطع هنا اللي هي النقطة اللي لو نزلت رأسي هتقابل سنتر السميث، دي كده هيبقى نص دايره الريل بتاعها بواحد، زي ما كان سنتر السميث الدايره الكامله اللي بتمر بيها كان دايره الريل بتاعها بواحد. برضو انت لما تعمل هنا نص دايره وي هيبقى ما اقصدش ريل، اقصد الماجيك، لما تعمل نص دايره ونص دايره دي تقطع هنا اللي هو الرأس بتاعها هيديك سنتر السميث، دي هيبقى نص دايره الايماجينري بتاعها بكام؟ بواحد. بعد كده تطلع هنا تاني 2 وهكذا لحد ما توصل ايه، تقعد تزيد كده لحد النقطة دي برضو زي ما قلت لك هي دايرة الريل بتاعها ما لا نهاية، ونقطة الايماجنري بتاعها ما لا نهاية، نفضل ازيد كده لحد ما يبقى الايماجنري ما لا نهاية. طب الانصاف الدوري اللي تحت هتلاقي فيه انصاف دوري تحت، دي كده عبارة عن ان الايماجنري سالب 1 من 10 سالب، ودي الايماجنري بسالب 2 من 10، ودي الايماجنري بسالب 3 من 10. شايف هتفضل ماشي كده، شايف الايماجنري اللي تحت اللي هو نص الدايره اللي هتقطع، بحيث لو انت نزلت راسي تقابل سنتر السميث دي هيبقى الايماجنري بتاعها بسالب 1. فكده تكمل بقى كده الايماجنري بسالب اللي هو هيفضل يزيد 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 لحد ما النقطه دي برضو بتمثل الايماجنري بسالب ما لا نهايه. فالنقطه دي كانت بتمثل ريل بما لا نهايه،
لو عمال اكبر الدايره الكامله لحد ما وصلت، عمال اصغر الدايره الكامله اقصد، كل ما الريل بيزيد لحد ما وصلت ان النقطه دي بتمثل ان الريل بقى ما لا نهايه، فبقت الدايره مش متشافه. في نفس الوقت انا طول ما انا عمال ازيد كده، فدي نص دايره بتاعت الايماجينري 1/10، دي نص دايره بتاعت الايماجينري 2/10، وبعد كده الايماجينري 3، لحد ما امشي كده واخبط هنا اللي هو لو نزلت راس يقابل السنتر بتاع السميث، دي كده الايماجينري بتاعها بواحد. هتكمل وتصغر برضو نص الدايرة، هتلاقي الماجنري بواحد واتنين من عشرة وواحد واربعة من عشرة، لحد ما الدايرة تصغر جدا هيبقى الماجنري بتاعها بما لا نهاية. هنا نفس الكلام، سالب واحد من عشرة، سالب اتنين من عشرة، سالب تلاتة من عشرة، دي كده هتبقى سالب واحد، عمال يزيد معاك بالسالب لحد ما تصغر قوي، هتبقى الماجنري بتاعك بسالب ما لا نهاية. فالنقطة دي بتمثل الريل بما لا نهاية والإيماجينري بموجب أو سالب ما لا نهاية. فبص كده، لو حطينا الرسم تاني، بس تعالى بقى ناخدها بشكل مختلف، لازم نظهرها كلها. لازم نظهرها كلها. بصوا كده يا جماعة معايا، لا مش شايفها كويس كده، تعالوا نكبرها وناخد مثلا منها صورتين. ماشي، هناخد صورة واحدة بس تبقوا انتوا عارفين ان مكملة لتحت. يعني بصوا يا جماعة كده، هتلاقوا ادي كده الجزء الأفقي اهو مر بسنتر السميث، هتلاقي أول نص دايرة اهي، دي أول نص دايرة، مش دي اللي هي الصغيرة دي، شايف دي اهي اهي. كمل كده، هتلاقي دي كده الإيماجينري بتاعها بواحد من عشرة. ودي طبعا طبعا حاجة نسيت أقولها، إن هو أكيد اللاين الافقي، اكيد ايه اللاين الافقي اللي هو اللاين ده هيبقى الايماجينري بتاعه بزيرو، اللي هو اللاين الافقي، لان عمال ازيد كده بالموجب وعمال ازيد كده بالسالب، فاللاين الافقي دوت اللي هو مر بسنتر السميث ده الايماجينري بتاعه بزيرو. طول ما انت تطلع فوق فالايماجينري بالموجب، بتنزل تحت الايماجينري ايه بالسالب. تمام، فيبقى ده كده، تعالى نمسح ده تاني. فده كده ادي الخط الافقي اللي مر بسنتر السميث، ده كده هيبقى الايماجينري بتاعه بزيرو. تمام، ده كده اللي هو الخط الافقي اللي مر بسنتر السميث، ده الايماجينري بتاعه كان بزيرو. بعد كده هتلاقي اهو في لاين تاني، فين ده؟ هتلاقيه مكتوب عليه واحد من عشرة. يمشي معايا كده، او لو امشي كده كده لا، ده هو معمول عليه 2/10، واضح ان لو كملت بقى 2/10، بص هتلاقيه مكتوب عليه حتى 2/10. بس تعالى كمل كده، يعني الخط النص الدائري دي مكتوب عليها هو 2/10، فانا لو كملت هلاقي فعلا ال 2/10. امال فين ال 1/10 اللي هو الاصغر منه، اللي هو ده، ده اللي هو مش مكتوب عليه، بس انت لو كملت هتلاقيه مكتوب عليه هناك اهو. فده هتلاقيه مكتوب عليه 2/10، ده 4/10، يعني اللاين ده كده 4/10، اللاين ده مكتوب عليه 6/10 اهو.
ده 8 من 10. اللاين ده مكتوب عليه 1. بص كده انت لو كملت مع اللاين ده هتلاقيه ان هو كمل كده معاه، هتلاقيه هو 1، هتلاقي حد كتبها لك هنا 1 تاني، يعني هتلاقيه كاتب لك 1 هنا واحد هنا، عشان تبقى عارف ان ده كده النص الدايره اللي الايماجينري بتاعه بواحد. لو نزلت كده رأسي هتلاقي نفسك بقيت واقف عند سنتر السبيس. بعد كده هتلاقي ده 1.2 من 10 اهو لنص الدايره دي، دي 1.4 من 10، دي 1.6، ال1.8 اهي، ال2، فدي كده انصاف الدائره الموجبه اللي هو ادي كده الايماجينري بزيرو اللي هو الخط الافقي ده اللي هو الايماجينري بتاعه بزيرو. هتلاقي هنا مكتوب لك 2 من 10 اللي هو اللاين ده، هتلاقي حتى هنا 2 من 10، بعد كده هتلاقي هنا ده 1 من 10، و بعد كده 4 من 10. طبعا ان بتوين ده يبقى 3 من 10، هو مش مكتوب بس هو ان بتوين بين ال4 من 10 وال2 من 10، ده هتلاقي مكتوب 6 من 10، فما بين ال4 من 10 وال6 من 10 هتلاقي في لاين ده يبقى 5 من 10، لو في لاين تاني فده يبقى ما بين ال5 من 10 وال4 من 10، وده ما بين ال5 من 10 و6 من 10 لو في لاين ان بتوين. فكالعادة شبه الدوائر الكاملة. وطبعا تحت هتلاقي نفس الكلام بس انصاف الدوائر بالسالب، يعني دي هتلاقي مكتوب عليها 2 من 10، هي مش 2 من 10، هي سالب 2 من 10 اللي هو ده. ده اللي هو مين؟ اللي هو سالب 2 من 10، ده اللي هو سالب 4 من 10. طب ده هيبقى 1 من 10، هتلاقي حتى كتبهولك هنا اهو، كمل معايا كده تلاقي 1 من 10. ما بين الأربعة من عشرة والتلاتة من عشرة ده، ما بين الأربعة من عشرة والاتنين من عشرة ده 3 من 10. طب ما ده بقولك ده نص الدايرة دي، هي نص الدايرة دي هي ما بين الاتنين من عشرة والتلاتة من عشرة، فهي 25%. طب نص الدايرة دي ما بين التلاتة من عشرة والأربعة من عشرة، فهي 35%. عايز تعمل حاجة 32%، هتوقعها ان بتوين ما بينهم. لو عايز تعمل حاجة مثلا 32%، يبقى مش هنا اقصد، يبقى هنا دي مثلا قول 37% من ال 35% ولا 4 من 10 لو بتعمل حاجة تقريبا، بس طبعا بالسالب يعني. فكده انت عمال طبعا هتفضل ماشي، هتلاقي الرقم مكتوب هنا، هتلاقي حتى مكتوب تحت برضه زي ما هنا، هتلاقي هنا مكتوب هنا مثلا 6 من 10 اهو، لو كملت هتلاقي مكتوب 8 من 10، لو كملت هنا هتلاقي مكتوب 8 من 10 هنا برضه، عشان اقول لك دي نص الدايرة بتاعت 8 من 10. لكن الدوائر الكاملة هتلاقي مكتوبة هنا، ولو كملت هتلاقي مكتوبة تحت برضه اللي هي الدوائر الكاملة، فتلاقيه بيكتبها لك هنا وبيكتبها لك تحت برضه، بحيث دي كده الدوائر الكاملة بيكتبها لك هنا وبيكتبها لك تحت، لكن النص دايرة هتلاقيه بيكتبها لك فوق وبيكتبها لك هنا، ونفس الكلام تحت. كويس جدا، ده كويس جدا. يبقى احنا عرفنا دلوقتي ان الرسمس بتتقسم لانصاف دوائر موجبه وانصاف دوائر سالبه، دي كده بتمثل الجزء الايماجينري، وبتمثل برضو دوائر كامله دي بتمثل الجزء الريكي. فاول حاجه انا لو عايز اوقع امبيدنس اعمل ايه؟ لو عايز اوقع امبيدنس اعمل ايه؟ اقول لك هو مثلا هيبقى مدي لك قيمه الزد لود بي 60 بلس جي 50 مثلا، ومدي لك قيمة الكاركترستيك امبيدنس ب50. فانت اول حاجة تعملها ان انت مش هينفع توقع زد لود، فانت هتبقى عايز توقع زد لود نورمالايزد. فتعمل ايه؟ تروح واخد الزد لود قاسمها على الكاركترستيك امبيدنس اللي هي تبقى 60 على 50 اللي هي 1.2 من 10، زائد 50 على 50 اللي هي 1 جي. فبالتالي النورمالايزد زد لود اللي انت عايز توقعها هي عبارة عن امبيدنس الريل بتاعها ب1.2 من 10 والإيماجينري بتاعها ب1. فخلي بالك من نقطة ان الامبيدنس لما بتتوقع على سميث تشارت بتتوقع كنقطة نقطة، وهتشوف دلوقتي ليه نقطة، لأن أنت هتلاقي إن تقاطع الدايرة الريل بتاعها بكذا مع الإيماجينري بكذا يبقى في نقطة، فهتلاقي إن الإمبيدنس لما بتوقعها لسميث تشارت أنت بتوقعها كإيه؟ كنقطة. هتلاقي نفسك بتوقع الإمبيدنس دي كإيه؟ كنقطة. تمام.
اوقعها بقى ازاي؟ ازاي اوقع الزد لود دي؟ اقول لك ببساطه، هتروح شايف مين هي دايره الريل اللي الايمرجنر بتاعها 2/10، تعال ندور عليها. فدايره الريل اللي الايمرجنر بتاع اللي اقصد الريل بتاع 1/2، فدايره الدايره الكامله او دايره الريل اللي الريل بتاع 1/2 اهي مكتوبه هنا اهو، زي ما قلت لك هتلاقيها مكتوبه برضو، يعني انت مكتوبه زي ما قلت لك هنا مكتوبه تحت، فادي مكتوبه 1/2 هنا، مش عارف مكتوبه بقى فوق ولا لا، المفروض مكتوبه هنا ايه مثلا 4/10 ومكتوبه تحت، مش شرط ممكن تلاقيها مكتوبه هنا ومش مكتوبه هنا عادي. فادي كده دايره الريل اللي الريل بتاعه 1/2، ادي اهي، بس انا مش عارف بمشي غلط ولا ايه، بس اهي اهي اللي مش على دي صح تمام. اي فاول حاجه اهو جبت دي كده دايره الريل اللي هي بواحد اللي بتمر بالسنتر، دايره الريل 1/2، دايره الريل اللي هي 1/4، 1/6، فادي كده دايره الريل او الدايره الكامله اللي الريل بتاعها بكام؟ ب 1/2. طب تقاطع ايه بقى؟ تقاطع نص الدايره اللي الايمرجنر بتاعها بواحد، واحد بالموجب مش واحد بالسالب، ففين هي؟ اهي هتلاقي هي مكتوبه هنا واحد، وهتلاقي لما تطلع فوق مكتوبه لك هنا واحد برضه، اللي هو لو نزلت زي ما قلت لك راسي هتقابل السنتر. فادي نص الدايره اللي الايمرجنر بتاعها بموجب واحد، التقاطع ما بينهم هي دي كده الزد لود نورمالايز، هي دي كده ايه الزد لود نورمالايز. فالزد لود نورمالايز هي التقاطع ما بين الدايره اللي الريل بتاعها ب 1/2، رحت شفت لقيت اهو ان دي كده الدايره اللي الريل بتاعها 1/2، ادي كده 1 1/2 1/4، فادي كده الدايره الريل بتاعها بكام؟ ب 1/2 اللي هي الدايره الكامله، الريل بتاعها 1/2 لان الدوائر الكامله بتمثل الريل. تقاطع الدايره اللي الايمرجنر بتاعها بموجب واحد، مشيت اهو مع الدايره اللي الايمرجنر بتاعها او نص الدايره بتاعها بموجب واحد، التقاطع بتاعهم اداني مين؟ اداني زد لود نورمالايز. طب لو انا كنت قلت لك ان دي سالب واحد، فكنت هتمشي لتحت اهو عند السالب واحد وتروح جايب التقاطع برضه، يبقى هي دي الزد لود نورمالايز بتاعت، لان السالب واحد كان المره دي هيبقى الواحد بس ايه بالسالب. فدي كده اول خطوه تعملها في المساله، اول خطوه تعملها ايه؟ هتعملها في المساله ان انت توقع الجيفن اللي معاك، وديك شفت اهو ان الامبيدنس بتبقى عباره عن ايه؟ بتبقى عباره عن نقطه، لان هي تقاطع داير الريل بتاعها بكذا مع الامبيدنس بتاع كذا، الامبيدنس ممكن يبقى موجب فتلاقي ان هو نص الدايره الموجب، وادي الدايره الكامله فالتقاطع اهو، يبقى ده كده زد لود نورمالايز. او الامجد اللي ممكن تلاقيه بالسالب، ف هتبقى نص الدايره بالسالب، فهتلاقي ان زد لود نورمالايز تحت، بس برضه يبقى تقاطع الدايره الكامله مع نص الدايره. تمام، يبقى انا كده وقعت زد لود نورمالايز، او وقعت ايه امبيدنس عموما، او وقعت امبيدنس. قبل ما نتكلم بقى عن طريقة حل المسألة وازاي بقى لو معاك الزد لود تجيب الزد انبوت والكلام ده، تعال نتكلم بس عن التدريجات اللي انا قلت لك ما تبصش عليها دلوقتي، تعال نتكلم عليها في الاول. تعالى نتكلم في الأول عن مين؟ عن التدريجات اللي أنا قلت لك ما تركزش معاها في الأول. هحاول بس أجيب، مش عارف أظن لو جبتها بصورة كاملة مش التدريجات مش واضحة، بس هحاول أجرب يعني. تعال نجرب كده نعملها.
هنكمل الشرح من هنا، مش محتاجين. لا لا محتاجين افضل. تعال ماشي، يعني تعال ناخد كالعادة سكرين وبعد كده نشرح من الاتنين افضل. نشرح من الاتنين. عايزين نتكلم في الاول عن التدريجات في الاول. ركزوا معايا. اول حاجة ادي كده زي ما قلت لك دايرة، الدايرة اللي هو الريل بتاعها بزيرو. هتلاقي فصل لك ما بينها وما بين الدايرة التانية، دي خلاص دي الدايرة اهي، دي كده الدايرة اللي الريل بتاعها بزيرو، تمام. وبعدين هتلاقي فصل لك ما بينها وما بين الدايرة التانية بحاجة كده مدرجة اهو. هتلاقي فصل لك، بص ادي الدايرة اهو اللي الريل بتاعها بزيرو، وادي الدايرة اللي بعدها، هتلاقيه فاصل ما بينهم بحاجة كده ايه مدرجة، اللي هي تدريج فوق وتدريج تحت. هتلاقي التدريج اللي فوق اللي هو التدريج اللي هو 10 15 20، مش 30 40، لا اللي هو 10 15 20، ده التدريج ده اسمه ايه؟ انجل اوف الترانسميشن كوفيشنت. والتدريج اللي فوق هتلاقيه مكتوب عليه انجل اوف الريفليكشن كوفيشنت. فتلاقي التدريج اللي تحت اسمه انجل اوف الترانسميشن كوفيشنت، التدريج اللي فوق اسمه انجل اوف الريفليكشن كوفيشنت. احنا مش هنشتغل خالص على انجل اوف الترانسميشن كوفيشنت، ده شغلنا على طول على الانجل بتاع الريفليكشن. فهتلاقي هنا زي ما بقول لك ايه تدريجين اهو، تدريج تحت وتدريج فوق. يعني تلاقي مثلا التدريج اللي تحت ده ماشي ازاي، ادي من السنتر بتاع الاسميث اهو، هتلاقي ماشي ايه التدريج اللي تحت، هتلاقي ماشي بس بادئ من هنا، هتلاقي بيزيد اهو 20 30، طبعا هنا في 10. يعني بص كده ادي 10، اقصد 10 15 20 25 اهو التدريج اللي تحت ده، مش هبص عليه اصلا، انا بص على فوق. ان التدريج اللي تحت زي ما بقولك اللي هو ماشي كده 10 15 20 25 30، ده كده اللي هو بتاع الانجل بتاع الترانسميشن، ده اللي هو التدريج اللي تحت ده مش هبص عليه، لحد ما بتقول عليه انجل اوف الترانسميشن كوفيشن. فبالتالي التدريج اللي تحت اللي هو 75 80 85 90، اللي هو التدريج اللي تحت ده، ده كده خاص بالانجل بتاع الترانسميشن كوفيشن، ده مش هشتغل عليه اصلا، تمام. هتلاقي بقى في تدريج تاني فوق بتاع الانجل اوف الريفليكشن كوفيشنت، هتلاقي التدريج اللي فوق ده ايه، شايف لما دي كانت بعشر فين، هاتين طالعين اهو، هتلاقي اهو 20 30 ماشي، هو بس طبعا هنا في 10 بس عشان مستخبيه مع الكلام، فانت تقدر بقى اللي هو بس تعالى امسح الكلام ده من الكتابين. تمام. فده كده زي ما قلت لك التدريج اللي تحت، ده التدريج اللي فوق اللي هو ايه، يعني التدريج اللي تحت مش هبص عليه اللي هو انجل اوف ترانسميشن، ابقى ببص على طول على التدريج اللي فوق. ادي السنتر وبادئ اول حاجه 10 ديجري، بس ال 10 انت مش عارف تميزها، عادي شوف في ما بين ال 20 والزيرو كام تدريج وتقدر منه تجيب ال 10 ديجري فين. فيبقى ادي كده زيرو، هتلاقي ال 10 هنا، بعد كده 20 30 40 50، انا شغال على التدريج اللي فوق اللي هو بتاع الانجل اوف الريفليكشن كوفيشنت. فيبقى من 0 هيبقى هنا في 10 20 30 40 50 60 70 80، وعند سنتر السميث هتلاقيها 90. بعد كده 100 110 120، انا شغال على التدريج اللي فوق، ماليش علاقة بمين، ماليش علاقة بالتدريج اللي تحت، الأرقام اللي تحت دي خلاص مش هبص عليها، أنا عندي بتاع مدرج تحت وفوق، أنا ببص على فوق. 130 لحد ما توصل لكام؟
كام لحد ما توصل 170، لو التدريج اللي فوق، بص مش بص على تحت، بص على فوق، 180. يبقى انا مشيت من زيرو اهو، دي كان دايرة الريل اللي بزيرو، فيما بينها وبين الدايرة اللي بعدها في تدريج لفوق ولتحت، اللي تحت ده الانجل في ترانسليشن ماليش علاقة بيها، اللي فوق ده الريفليكشن. 20 30 40، هتفضل ماشي من زيرو لحد 180، وبعدين ده كده من زيرو لحد 180 بالشكل ده. لو همشي بقى بالعكس، بص لو هتمشي بالعكس هتلاقي المرة دي ايه، بص على التدريج اللي تحت، ادي كده 20 بس بالسالب، سالب 30 سالب 40 سالب 50، ما بصش على اللي تحت، بص على فوق، سالب 60 سالب 70 سالب 80 اهو، سالب 90 اللي هو عند سنتر لسميث، سالب 100 لحد سالب 180، عشان كده دي اسمها موجب او سالب 180. فكأن التدريج خلاص، يبقى في تدريجين اهو ما بين الدايره دي وما بين الدايره دي، ما بين دايره الريل بزيرو والدايره اللي بعدها، في تدريجين اللي فوق لتحت، اللي تحت شوص على اللي فوق، اما ماشي من زيرو لحد 180 اهو، عمال اخد اهو التدريج، بص على تحت، بص على التدريج اللي فوق لحد 180، ولما اجي ابص لما اجي انزل لتحت اهو هتبقى ايه، لما اجي انزل لتحت هتلاقي، بس هنا بقى اهو برضو، بص على التدريج اللي فوق اللي هو 20 30 سالب 20 بقى سالب 30 اللي هو من زيرو، برضو مش من زيرو 180 بقى، من زيرو ليه سالب 180، لو من زيرو بقى لسالب 90 بعد كده لحد سالب 180. فكأن الريفليكشن كوفيشنت من زيرو ل 180، او انج ريفليكشن كوفيشنت من زيرو ل 180 او من زيرو لسالب 180، دي كده الانجل. ممكن تطلع بالموجب، ممكن تطلع ايه بالسالب، وتبقى اللفه الكامله على السميث تشارت بكام؟ ما هي دايره، فاللفه الكامله على السميث تشارت ب 360 درجه اللي هي 2 باي، فتبقى اللفه الكامله على السميث تشارت ب 360 درجه اللي هي كام؟ اللي هي ال 2 باي. ده كلام جميل، 360 درجه اللي هي كام؟ اللي هي 2 باي. ده كده اللي هو التدريج بتاع الانجل بتاعت الريفليكشن. اللفه الكامله برضه على السميث تشارت زي ما هي 360 درجه او 2 باي، هي لاند على ايه؟ لاند على الاثنين. هتشوف دلوقتي ان اللفه الكامله على السميث تشارت هي لاند على الاثنين، ك لاندا وك زوايا هي 360 درجه، وك زوايا هي كام؟ هي 360 درجه. تعالى بقى نشوف التدريجين اللي بعدهم. طيب شايف ما بين الدايرة دي والدايرة دي، هتلاقي برضو في تدريج تاني ليه تحت وليه فوق، او شايف ما بين الدايرة هي دي، ما خلاص قلنا دي دايرة الريل بزيرو ودي الدايرة اللي بعدها، دي دايرة الريل بزيرو ودي الدايرة اللي بعدها، وفي هنا ايه اللي هو الانجل بتاع الترانسميشن، وهنا انجل الريفليكشن. طيب وبعدين شايف ما بين بقى الدايرة دي والدايرة دي في برضو تدريج، التدريج في منه تحت وفي منه فوق، اللي تحت ده اسمه ايه؟ اللي تحت ده اسمه اللينس تاورد اللود، واللي فوق ده اسمه اللينس الويف لينس اقصد تاورد اللود، واللي فوق اسمه الويف لينس تاورد الجنريتور. ليه؟ اصل هتشوف دلوقتي ان مثلا انا وقعت الزد انبوت، وقعت اقصد الزد لود، وعايز اجيب منها قيمه الزد انبوت، فافضل ماشي مسافه من اللود رايح للانبوت، فانا متجه ناحيه الجنريتور، هتلاقي نفسك ماشي على التدريج بتاع الويف لينس تاورد الجنريتور. طب لو انت وقعت الزد انبوت وعايز منها تحسب قيمة الزد لود، فتبدأ تمشي من زد انبوت مسافة لحد ما توصل للود، فانت ماشي تورد اللود، هتلاقي نفسك ماشي على التدريج بتاع تورد اللود، فتلاقي في تدريجين، تدريج لفوق تدريج لتحت،
التدريج اللي فوق ده بتاع الويف لينث تاورد الجنريتور، والتدريج اللي تحت ده بتاع الويف لينث تاورد اللود. في التدريج اللي فوق بتاع الويف لينث تاورد جنريتور، والتدريج اللي تحت بتاع الويف لينث تاورد اللود. طب هو ماشي ازاي؟ هو ماشي ازاي؟ هتلاقيه ماشي كده. ادي انت عندك تدريجين زي ما قلت لك، وادي كده سنتر السميث، وادي الرأس والأفقي، وادي كده ايه السنتر بتاع السميث. تمام. ف انت عندك زي ما قلت لك ما بين الدايرتين في تدريجين، مدرج لتحت ومدرج لفوق. بس هعملها لك بشكل ألطف. بس في ايه؟ في هنا اهو حاجة مدرجة لتحت ولفوق، ده تورد لود وده تورد جنريتور. هتلاقي ان التورد لود ماشي ازاي والتورد جنريتور ماشي ازاي. التورد جنريتور بادئ من اول زيرو، بيعد 1 من 10، 1 من 100 اقصد، 2 من 100، ده كده التورد جنريتور، 3 من 100. وخلي بالك هي مش 1 من 100، هي 1 من 100 لندا، عشان هو اسمه ويف لينث تاور جنريتور، فبقيت 1 من 100 لندا، او 1 من 100 من قيمة اللندا بتاعتك، 2 من 100 لندا، 3 من 100 لندا. هيفضل شغال كده لحد ما يوصل هنا، اللي هو هيبقى كام؟ هيبقى مش ربع لندا، هي نص الربع لندا، نص الربع لندا. وهيفضل مكمل كده اللي هو كام يعني؟ بس نشوف الاسم يعني هيبقى كام، اللي هو 15، اللي هو مش 2، مش 2 من 10 بقى، مش 12 من 100، اللي هو 125 من 1000، اللي هو نص الربع لندا، 125 من 1000، اللي هو عند سنتر سميث هيبقى 125 من 1000، اللي هي نص الربع لندا. ويكمل طبعا انا بكلمك على التدريج اللي فوق اللي هو تاور جنريتور. فالتدريج اللي فوق تاور جنريتور ماشي كده 1 من 100. طبعا انا بس رسمه لتحت، انا اقصد اللي فوق تحت ده هيبقى ماشي اللي هو تاور لود، هيبقى ماشي بطريقة تانية. لكن انا عندي تدريجين، اللي فوق اللي تحت، اللي فوق ده اللي هو تاور جنريتور، 1 من 100، 2 من 100، 3 من 100، 4 من 100، لحد 125 من 1000، بعد كده 13 من 100، هفضل بقى مكمل كده 14 من 100، لحد ما توصل هنا 24 من 100 لندا، 25 من 100 لندا، اللي هو ربع لندا. بعد كده يكمل، ادي كده الدرج اللي تحت والدرج اللي فوق. اللي فوق مين؟ هيبقى 26 من 100 لندا، 27 من 100 لندا، بحيث النص لفة هي ربع لندا. ويفضل مكمل كده بقى كده 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 لحد ما يوصل هنا 48 من 100 لندا، 49 من 100 لندا، لحد يوصل لمين؟ للزيرو تاني. فالتدريج اللي فوق اللي هو بتاع التاور جنريتور ماشي كده 1 من 100، 2 من 100، مع عقارب الساعة، ماشي مع عقارب الساعة، بيزيد مع عقارب الساعة لحد يوصل ربع لندا. بعد كده يكمل 26 من 100 لندا، 27 من 100 لندا، وهكذا لحد ما يوصل ل 48 من 100 لندا، و49 من 100 لندا، والزيرو. فده كده مين؟ ده كده اللي هو التدريج اللي تحت. طيب اللي هو اخر تدريج خالص من ناحية الشمال. فتلاقي مبدئيا تدريج التاور جنريتور اهو، عندك تاور لود يبقى اهو دايرة ودايرة، ما بينهم في تدريج متقسم لتحت وفوق. فاللي فوق اللي هو ويف لينث تاور جنريتور هيبقى زايد اهو، طبعا هو واصل ل 4 من 100، بس طبعا هنا في 1 من 100، 2 من 100، 3 من 100. اقول لك تعرفهم منين؟ 4 من 100، 5 من 100، هيوصل لحد 24 من 100 لندا، 25 من 100 لندا، يفضل يزيد 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 لحد ما يوصل ايه 48 من 100 لندا، 49 من 100 لندا، بعد كده زيرو. طب تدريج التاور لود هيبقى الزياده بتاعته بقى عكس عقارب الساعه، يعني هتلاقيه بيزيد عكس عقارب الساعه، يعني هنا 1 من 100، وهتلاقيه لما هو كان 1 من 100 هتلاقي التاور جنريتور كان 49 من 100، بحيث حاصل الجمام يديك نص، لان هما بيزيدوا عكس بعض. يعني ده 1 من 100 لندا وده 1 من 100 لندا، بس ده بيزيد في حته وده بيزيد في حته، اللي هو التاور جنريتور بيزيد مع عقارب الساعه، التاور لود بيزيد عكس عقارب الساعه. فتلاقيه التاور جنريتور كان بيزيد 1 من 100، 2 من 100 مع عقارب الساعه، وهو التدريج اللي فوق التاور لود هو التدريج اللي تحت، وهيزيد بقى عكس عقارب الساعه اللي هو هنا 1 من 100. فتلاقي ان لما كان التاور لود التدريج بتاعه 1 من 100، كان التاور جنريتور 49 من 100، بحيث حصل الجمع النص. هنا 2 من 100، بحيث لما كان
التاورد لود 2 ميجا، كان التاورد جنريتور 48 ميجا، هيفضل يزيد يزيد كده لحد ما يوصل هنا كام؟ 2 من 10 هنا. هيبقى 2 من 10، مش 2 من 10 بقى، دي هتبقى 23%، بحيث حصل يكون 100 دي نص، وبعد كده 24%، يبقى هو كده لف لفة كاملة لحد ربع لندن. بعد كده بقى لما ده كان 24 هتلاقيه هو كام؟ 26. ده كان 23 هتلاقيه هو كام؟ 27. هو عمال يزيد بقى، عمال يزيد ايه؟ عكس عقارب الساعة. ويفضل مكمل كده لحد ما لما ده التاور لود كان 2%، كان هو 48%، ولما التاور لود كان 1% هو كان 49%. فهتلاقيه كده، فبص، فانت اهو ادي دايرة ودايرة ما بينهم التدريج اللي هو تحت وفوق. فلما كان بص ده كده اللي هو التاور لود اللي هو بيزيد مع عكس عقارب الساعة. فتلاقي ان لما التاور لود كان 49%، التاور جنريتور كان هيبقى 1%، التاور جنريتور بيزيد مع عقارب الساعة. لما كان التاور لود 48%، كان التاور جنريتور 2%، لما كان التاور لود 47%، كان التاور جنريتور 3%، ان هو بيزيد كده، التاور جنريتور بيزيد مع عقارب الساعة وهو التدريج اللي فوق. التاور جنريتور هيبقى 400، هيبقى 246، 500، 45، بحيث حصل يجمع نص. وهتلاقي ان التدريج اللي فوق ده هو مين؟ التدريج اللي فوق ده هو بتاع التاور جنريتور، وهيفضل كده بيزيد. التاور لود بيزيد بالعكس، التاور لود اللي هو التدريج اللي تحت اللي هو بقى 0 400 500 600 700 800 9%، 1 من 10، 11%، 12%، هيفضل اللي هو التدريج اللي تحت. طبعا هتلاقي على طول عكس بعض، لان التاور لود بيزيد كده من 1% لحد ربع، بعد كده لحد نص، اللي هو هتلاقيه عمال يزيد اهو التاور لود لحد ما يجي 48%، 49%، اللي هو التدريج اللي تحت. التاور جنريتور عكسه، فتلاقي على طول عند اي نقطة حاصل جمعهم ايه؟ حاصل جمعهم بنص. تمام، ليه بنعرف التدريجات ديت؟ علشان زي ما بقول لك ايه، زي ما بقول لك، انت هتبقى بتوقع نقطة، هتبدأ تمشي بتنام من النقطة دي مسافة معينة، فعلى تدريج منهم هما الاتنين ديبند انت واقف فين وعايز تروح فين. يعني اديك مثل كده، بس لسه احنا بنحل مسائل هتعرف الحل بالتفصيل يعني، بس اديلك هنت عن الموضوع. انت وقعت الزد لود نورمالايز، وقعت مين؟ الزد لود نورمالايز، تمام؟ وقعتها وعايز تحسب الزد انبوت عند مسافه معينه، وليكن المسافه دي مثلا ان انا عايز احسب الزد انبوت عند الجنريتور مثلا. يبقى انا وقعت الزد لود نورمالايز، وعايز احسب الزد انبوت فين؟ عند الجنريتور. وكان مدي لك ان طول الترانسميشن لاين 30 متر، فهتعمل ايه؟ هقول لك، بص انت عندك كذا حل. اول حل ان انت اول لازم تحسب اللمبه، هو ممكن يبقى مدي لك طول الترانسميشن لاين بدلاله اللمبه، لما يقول لك طول الترانسميشن لاين مثلا هو لمبه على الاربعه او لمبه على الثلاثه، بس ما ادهولكش، فهيبقى مدي لك معلومات، مدي لك طول الترانسميشن لاين بالمتر، فهيبقى مدي لك معلومات من انها تحسب اللمبه. فانا حسبت اللمبه، لقيت ان اللمبه كام؟ لقيت ان اللمبه مثلا 90 متر، فبالتالي طول الترانسميشن لاين بيمثل لي لمبه على الثلاثه، 90 على 30، 90 على 3 اقصد، هيديني طول الترانسميشن لاين. فاول نقطه انا مديني زد لود، منها عرفت اجيب زد لود نورمالايزد، عايز من احسب الزد انبوت. هعمل ايه؟ الزد انبوت هي زد انبوت عند الجنريتور، فبالتالي لما اجي اتحرك من اللود، لما وقعت زد لود، لما اجي اتحرك عشان اجيب الزد انبوت اللي عند الجنريتور، هبقى بمشي طول الترانسميشن لاين كله، هبقى بمشي طول الترانسميشن لاين ايه؟ كله. طب امشي على اني تدريج وامشي مسافه قد ايه؟ تعال نشوف الاول امشي مسافه قد ايه. طول الترانسفير لاين 30 متر، هتلاقي ان هو مديلك معلومات زي ما هنشوف منها تحسب اللمضة. حسبت اللمضة لقيتها 90 متر، فبالتالي ال L هي طولة اللمضة، يبقى طول الترانسفير لاين او المسافه اللي همشيها، انا همشي لمضة على الثلاثه. ممكن تلاقي من البدايه اصلا كان مديلك معلومه بيقول لك ان ال L بلمضة على الثلاثه من البدايه خالص،
طب ساعتها انت هتعمل ايه؟ اقول لك لما توقع الزد لود داش هتروح ماشي من الزد لود داش على اي تدريج، على التدريج بتاع باور دي جنريتور، لان انا واقف عند لود وعايز اروح للجنريتور عشان اجيب الزد انبوت عند الجنريتور. فهتلاقي نفسك مشيت على التدريج بتاع باور جنريتور مسافه 3 لندن اللي هي 0.33 لندن، فهتمشي المسافه دي على التدريج بتاع باور جنريتور لحد ما توصل لنقطه تعمل يعني هتيجي هتبقى انت موقع زد انبوت زد لود نورمالايزد اقصد هنا، وقطعت نقطة معينة في التدريج بتاع الباور جنريتور، فتبدأ ماشي على التدريج بتاع الباور جنريتور عشان تروح لزد انبوت. المسافة ديت كلها اللي هو المسافة اللي هو حددها لك دي لحد ما توصل للنقطة، النقطة دي هتبقى تمثل قيمة الزد انبوت. في حل تاني بس مش هنشتغل عليه، ان انا احول اللندا دي بالديجري، يعني انا عارف ان اللندا على الاثنين بتمثل 360 درجة، ان اللفة الكاملة على سميث تشارت هي لندا على الاثنين او 360 درجة. فبقى حول لندا يبقى لندا بتساوي 720 درجة، فأنا عايز أمشي لندا على التلاتة يبقى أقسم 720 درجة على التلاتة، حدد الديجري اللي أنت هتمشيها، فهتبقى بتمشي على ال خلاص أنا عرفت مثلا إن أنا همشي كام درجة، مثلا همشي 200 درجة مثلا، فأنت حددت هتمشي كام درجة، هتبدأ تمشي على هتمشي على التدريج بتاع ال angle of reflection coefficient. بس مع عقارب الساعة العكس عقارب الساعة هقول لك ماشي، ما انت عايز تتحرك تاور جنريتور يبقى تمشي مع عقارب الساعة. فهنا في حلين، انا اول حاجة طلعت ال بلاند على التلاتة. الحل الاولاني ان انا بعد ما وقعت الزد لود داش فانا قطعت نقطة معينة في زي ما هنشوف احنا بنحل في التدريج بتاع التاورد جنريتور، ان انا واقف عند زد لود داش واقف عند اللود وعايز اروح للجنريتور عشان اجيب الزد انبوت عند الجنريتور. فالنقطة بتاعت زد لود داش هخليها تقطع التدريج بتاع الباور جنريتور، وابدأ أمشي من الجنريتور مسافة لندا على التلاتة. طبعا هبقى أمشي إيه؟ ما هو التدريج بتاع الباور جنريتور مع عقارب الساعة، فهبدأ أمشي من عند الباور جنريتور أهو مع التدريج بتاع الباور جنريتور مع عقارب الساعة، المسافة اللي أنا اللي هي طول ال L أوصل لنقطة، النقطة دي بتمثل مين؟ بتمثل قيمة الزد انبوت نورمالايزد اللي بعد كده هتلاقيني بضربها في الزد نود عشان اجيب الزد انبوت نفسها. او كنت اخلي الزد امد الخط بحيث ما يخليهوش يقطع التدريج بتاع التاور جنريتور، انا اخليه يقطع التدريج بتاع الانجل اوف ريفليكشن كوفيشن. واللاند عندي بتمثل 720 درجة، لما لو عايز احسب الالف انا امسك اللاند دي اقسمها على كام؟ امسك اللاند دي اقسمها على التلاتة اللي هو يديني كام؟ هيديني 340 درجة. المقسم دي على التلاتة هيديني لا 240 درجة، هيديني 240 درجة. فهتلاقيني ان انا لما قطعت التدريج بتاع الانجل اوف ريفليكشن كوفيشنت همشي طبعا عقارب الساعة، انا عايز اتحرك تاور جنريتور وتاور جنريتور معناه مع عقارب الساعة، بس همشي كام درجة بقى؟ 240 درجة، لان انا عارف ان اللندا 720 درجة، فاروح اقسم اللندا على التلاتة بطلع كام ديجري، ومخليه يقطع التدريج بتاع الانجل اوف ريفليكشن كوفيشنت، وابدا امشي 240 درجه لحد ما اوصل للنقطه، يبقى دي كده نقطه الزد انبوت. الكلام ده يوضح لنا واحنا بنحل مسائل، الكلام ده يوضح لنا واحنا ايه بنحل مسائل. خلوا الستبس بتاعت الحل والاس سيركل والكلام ده كله احنا بنحل مسائل افضل، انا حابب ده افضل يعني، بدل ما اقول لك الستبس دلوقتي لا خلينا نبدا بمساله كده، ومساله تكون سيمبل وسهله، وفي وسط احنا بنحل مسألة نعرف ايه هي الستبس بتاعت الحل، ويعني ايه الاس سيركل، وازاي اصلا برسم موضوع ايه الاس سيركل. تمام. طيب تعالوا بقى نحل المسائل على السميث شارت، وزي ما قلت لكم اثناء ما احنا بنحل المسائل على السميث شارت هنبدا نعرف اصلا طريقة الحل، وازاي بقى نرسم الاس سيركل، وازاي نحسب الريفليكشن كوفيشنت والستاندنج ويف ريشيو والكلام ده كله. فتعالوا نبدا ناخد اول مسألة خالص، وادي كده الرسمة بتاعت السميث، خدت منها ايه سكرين شوت. وتعالى ناخد اول مسألة، بيقول لك 30 متر لونج لوسلس ترانسميشن لاين. طبعا زي ما قلت لك كل مسائل سميث لوسلس، ما ينفعش اجيب لك مسألة مس ما تكونش لوسلس اصلا. بيقول لك 30 متر لونج لوسلس ترانسميشن لاين، فاول حاجة بيقول لك ان طول الترانسميشن لاين 30 متر ولوسلس. تمام. ايه تاني؟
ومديك الكاركترستيك امبيدنس ب 50 اوم والفريكوانسي 2 ميجا. تمام. و الزد لود ترمينيتد بلود 60 زائد 40 جي. تمام. و الفلوستي 6 من 10 سي. اليو ديت اللي هي الفلوستي 6 من 10 من السي، والسي دوت اللي هو كام؟ سرعة الضوء اللي هو 3 في 10 أس 8. والفلوستي بتساوي 6 من 10 في 3 في 10 أس 8. بيقول لك احسب بقى الريفليكشن كوفيشنت والستاندنج وير ريشيو والانبوت امبيدنس. فاول حاجه خالص علشان تحل المساله انت لازم توقع الزد لود. اول حاجه خالص عشان تحل المساله لازم توقع مين؟ الزد لود. توقعها على رسمه السميث. بس طبعا احنا ما بنوقعش اللود امبيدنس، وما بنوقع مين؟ بنوقع النورمالايزد زد ال. فنقول يبقى الزد ال نورمالايزد اللي هي الزد لود على الكاركترستيك امبيدنس اللي هي 60 على 50 1.2 من 10، وبعد كده 40 على 50 اللي هي 8 من 10 جي. يبقى انا كده جبت مين؟ الزد لود نورمالايز، وهي دي اللي المفروض ان انا اوقعها على السميث. تمام. فاعمل ايه؟ هاجي عند الريل اللي هو 1.2 من 10 اللي هو ده اهو، ده اللي هو ايه الريل 1.2 من 10، دي دايرة الريل الكاملة اللي هي 1.2 من 10. عرفت منين اهو 1.2 من 10، 1.4 من 10، 1.6 من 10؟ دي دايرة الريل اللي هي بواحد اللي بتمر بالسنتر، وبعد كده 1.2 من 10، 1.4 من 10 وهكذا. فادي دايرة الريل الكاملة اللي الريل بتاعها 1.2 من 10. طيب و الإمباجر بتاعك بكام؟ ب 8 من 10 بالموجب. فمين هي النص دايرة اللي الإمباجر بتاعها ب 8 من 10؟ اهي اهي اللي هي ديت، مكتوب عليها حتى 6 من 10، 8 من 10. وهتلاقي مكتوب عليها فوق، يعني هتلاقي مكتوب عليها فوق هنا 8 من 10 اهي، مكتوب عليها فوق. يفضل كمل كمل كمل، هتلاقيها برضه 8 من 10 هنا اهي. فيبقى التقاطع ما بينهم هي دي كده قيمة مين؟ الزد لود نورمالايز. يبقى انا اول حاجة عملتها ان انا وقعت الزد لود نورمالايز على السميث. دي كده اول خطوة من خطوات ايه؟ الحل، ان انا اوقع الزد لود نورمالايز على السميث. طب وبعد ما وقعت الزد لود نورمالايز وعرفت النقطة، هقول لك بترسم حاجة اسمها الاس سيركل. يبقى بعد ما بتوقع الزد نورمالايز، الزد لود نورمالايز، بتبدأ ان انت ترسم الاس سيركل. بترسمها ازاي؟ بتيجي من عند سنتر السميث اللي هو ده، وتفتح البرجل لحد ما توصل للزد لود نورمالايز اللي انت وقعتها. بعد كده تبدأ ترسم دايرة بالبرجل، والدايرة دي هيبقى اسمها ايه؟ الدايرة دي هي دي كده الاس سيركل. يبقى تاني، اول حاجة انا شفت دايرة رحت وقعت الزد لود نورمالايز اللي هي الريل بتاعها 1.2 من 10 والإيماجينري بتاعها 8 من 10. فدي دايرة الريل اللي هي 1.2 من 10 مكتوبة اهي، والإيماجينري 8 من 10 مكتوبة هنا ومكتوبة هنا. التقاطع ما بينهم اداني الزد لود نورمالايز. بعد ما وقعت الزد لود نورمالايزد المفروض ترسم حاجه اسمها الاس سيركل. هترسمها ازاي؟ هتفتح البرجل من السنتر بتاع البرجل، من السنتر بتاع السميث لحد زد لود نورمالايزد. يبقى دي كده فتحت البرجل، هتفضل فتح البرجل من اول السنتر بتاع السميث لحد زد لود نورمالايزد. وبعد كده تروح راسم سيركل، والسيركل دي اللي هي طبعا هتبقى بتمر بالزد لود، لان اصلا فتحت فتحة البرجل لحد الزد لود عشان ابدا ارسم السيركل. السيركل دي هيبقى اسمها ايه؟ هيبقى اسمها الاس سيركل. ايه فكره الاس سيركل؟ فكره الاس سيركل ان اي نقطه، اي نقطه بتقع على الترانسميشن لاين هتلاقيها بتقع على الاس سيركل. اي نقطه موجوده على الترانسميشن لاين هي موجوده على الاس سيركل. بمعنى ادي كده اللود، وادي كده اللود اللي هو في نهاية الترانسميشن لاين، وده كده الترانسميشن لاين،
اللي هو من زد ايكوال 0 لزد ايكوال اي. يبقى انا اللود اللي هو بيقع على الترانسميشن لاين اللي هو في نهايته منه رسمت الاس سيركل، وبقى اللود هو نقطة من الترانسميشن لاين عشان كده كان موجود على الاس سيركل. لما يجي يطلب منك كمان شوية ويقول لك احسب لي الزد انبوت وانت تحسبها، لازم الزد انبوت هي كمان سواء بقى الزد انبوت هنا او الزد انبوت هنا عند زد ايكوال 0 او عند زد ايكوال 3 ايا كان، سواء عند الجنريتور او عند اي نقطة في الترانسميشن لاين، الزد انبوت انت هتحسبها هتلاقيها برضه نقطة على الاس سيركل، لان الاس سيركل اللي هي السيركل دي اي نقطة على الترانسميشن لاين بتقع فيه. فانا رسمتها بدلاله الزد لود، لان الزد لود اصلا موجوده على الترانسميشن لاين في نهايه الترانسميشن لاين، فدي اللي كانت جيفن معايا. فروحت وقعتها، جيت من سنتر السميث فتحت البرجل لحد ما وقفت عند الزد لود، ومن الفتحه دي رحت رسمت الاس سيركل. دلوقتي انا لما احسب الزد انبوت لازم تكون بتقع برضو زد انبوت من اي نقطه في الترانسميشن لاين، لازم برضو تكون بتقع على الاس سيركل. ممكن زي ما نشوف كمان شويه هتلاقي انه بيديلك الزد انبوت ويطلب منك الزد لود، تلاقيه مديلك الزد انبوت عند الجنريتور ويطلب منك الزد لود، فانت هتروح جايب الزد انبوت نورمالايزد وموقعه وفاتح برضو البرجل وراح راسم الاس سيركل بدلاله الزد انبوت اللي انت كنت موقعها، لان الزد انبوت بتقع على السميث، فلما وقعتها منها رسمت الاس سيركل، ولما اجي احسب الزد لود لازم تكون بتقع برضو على الاس سيركل. فممكن هو يديلك الزد انبوت، ممكن يديلك الزد لود، ممكن يديلك المقاومه دي او المقاومه دي، ممكن يديك الزد انبوت عند الجنريتور مثلا او زد انبوت عند قيمه زد معينه، ويديلك قيمه ويديلك المسافه ما بين، طبعا دي لسه هنشوفها، المسافه ما بين زد انبوت دي وما بين اللود، ويطلب منك اللود. فساعتها اول حاجه تعملها هتروح انت موقع زد انبوت ولازم الاس سيركل، و لازم تبقى متاكد ان زد لود اللي انت المفروض تحسبها وتعرف مكانها فين برضه تقع على الاس سيركل، او لو هو مديلك زد لود فانت هتوقع زد لود وهتلاقيها برضه موجوده على، لا هتوقع زد لود في الاول ومنها ترسم الاس سيركل، وبعد كده لما تيجي يقول لك احسب لي زد انبوت وتحسب زد انبوت هتلاقي برضه الزد انبوت بتقع على مين؟ بتقع برضه على الاس سيركل، لان اي نقطه في الترانسميشن لاين لازم تقع على الاس سيركل. فدي اول خطوه في الحل. قبل ما نحسب بقى الريفليكشن كوفيشنت، هو طالب ثلاث مطالب في المساله دي، طالب الريفليكشن كوفيشنت و الستاندنج ويف ريشيو و الزد انبوت وسكت. طبعا الزد انبوت وسكت معناه عايز الزد انبوت عند الجنريتور. فقبل ما نعمل ما نحل المساله اول حاجه هنعملها ايه؟ هنوقع الزد لود نورمالايز ده عند دايره الريل اللي 1.2 ودايره الايماجينري اللي هي بكام؟ ب 8 و منها اروح اجي من الاوريجن او سنتر السميث واروح راسم مين؟ الاس سيركل. ويبقى انا كده عملت اول خطوه ان هو رسمت مين؟ الاس سيركل. طيب وبعدين اقول لك تعالى بقى نشوف ازاي نحل المساله. اول حاجه انا عايز احسب الريفليكشن كوفيشن، فهعمل ايه؟ اقول لك اجي من الاوريجن امد خط يمر، خلي بالك ان انا عايز، هو قال لك احسب الريفليكشن كوفيشن، هو يقصد الريفليكشن كوفيشن عند اللود. لما يعني بيجي لك احسب الريفليكشن كوفيشنت يسقط، فاحنا كنا بنعوض ب 5 زد لود ناقص زد نود على زد لود بلس زد نود. ليه؟ لان هو بيبقى قاصد يحسب لي الريفليكشن كوفيشنت عند اللود، فعشان كده لازم احسبه بدلاله الزد لود اللي هو مديها لي. ولو هو كان في المساله مديك الزد انبوت وقال لك هات الريفليكشن كوفيشنت، فهو يقصد ان هو عايز يجيب ان هو عايزك تجيب الريفليكشن كوفيشنت عند اللود، فانت لازم في الاول تجيب الزد لود وتوقعها، يعني تبقى هو يبقى هو مديك الزد انبوت منها تستنتج الزد لود وتعرف مكانها، علشان هي دي اللي هتجيب منها الريفليكشن كوفيشن. فالريفليكشن كوفيشن بيتجاب من عند اللود على طول، هتلاقيه بيطلب الريفليكشن كوفيشن ويسكت، معناه عايز الريفليكشن كوفيشن عند اللود. فهتعمل ايه؟ هتروح جاي من الاوريجن مادة خط يمر بالزد لود وهيفضل مكمل لحد دايرة الريل اللي كانت بزيرو، يعني مش هيكمل بقى في التدريج ده او التدريج ده، لا ده هيقف عند دايرة الريل اللي كانت بزيرو. هتعمل ايه؟ هتروح ماتت خط كده يمر بالزد لود ويفضل مكمل لحد دايرة الريل اللي هي بكام؟ دايرة الريل اللي هي بزيرو، اللي هي الدايرة دي. هتسمي النقطة دي كيو، هتسمي النقطة بتاعت الزد لود دي او
تقاطع اللاين ده مع الاس سيركل ببي، وسمي دي الاوريجين اللي هي او، وسمي ايه دي الاوريجين اللي هي او. فجيت من الاوريجين مديت خط بحيث يمر بالزد لود ويفضل مكمل لحد دايرة الريل اللي هي بزيرو، يبقى دي او بي ودي بي كيو. وبعدين تحسب انت المسافة دي اللي هي او بي بالمسطرة، هتحسب المسطرة وتقسمها على او كيو اللي هو المسافة من اول السنتر بتاع السميث لحد الدايرة اللي الريل بتاعها بزيرو، اللي هي أكبر دايرة خالص في السميث، اللي هي طبعا تحت التدريجات. يبقى او بي على او كيو ده كده ماجنتيود الريفليكشن، ده كده مش الريفليكشن، الريفليكشن ماجنتيود وانجل، انا كده حسبت ماجنتيود الريفليكشن. يبقى دي كده هتديني بقول لك اهو خطوات حل المسألة. يبقى أول خطوة في حل المسألة ترسم الاس سيركل، طلب منك ريفليكشن كوفيشنت فبتجيبه بدلالة الزد لود، فهتعمل ايه؟ هتروح شادد خط من الاورجن بتاع السميث بحيث يمر بالزد لود ويقطع طبعا الزد لود عند الاس سيركل ويفضل مكمل لحد دايرة الريل بزيرو. تحسب المسافة من اول الاورجن بالمسطرة طبعا، من الاورجن لحد الزد لود نورمالايزد اللي هي لحد نقطة بي، وتقسمها على المسافة من الاورجن لحد دايرة الريل اللي بزيرو. الكلام ده هيدي لك مين؟ الكلام ده هيدي لك ماجنتيود الريفليكشن كوفيشنت. الكلام ده هيدي لك ماجنتيود مين؟ ماجنتيود الريفليكشن كوفيشنت. طبعا انت هتلاقيه ان هو اقل من الواحد، واحنا عارفين الكلام ده لان اكيد المسافه دي مش هتبقى اكبر من المسافه دي كلها، طبعا ده هيبقى ايه اقل من الواحد. طب ازاي بقى احسب الانجل بتاعه الريفليكشن كوفيشنت؟ اقول لك ماشي، الخط ده كمله بقى بحيث ان هو يقطع مين؟ يقطع التدريج بتاع الانجل اوف ريفليكشن كوفيشنت. احنا قلنا التدريج اللي تحت ده هو انجل اوف الترانسميشن، ده مش هنشتغل عليه، والتدريج اللي فوقيه ده اللي هو التدريج بتاع الانجل اوف ريفليكشن كوفيشنت. فتلاقي ان هو قطع التدريج ده في كام؟ لما تكمل لو حسبت او بي على او كيو، بعد كده كملت لقيته قطع التدريج ده في انجل 57. يعني بص هتلاقي التدريج اللي هو اللي فوق مش اللي تحت، اللي تحت تبع الترانسميشن، اللي فوق 20 30 40 50 ده 60 اهو، بحيث بعد كده 70 80 90 اللي هو التدريج اللي فوق، التدريج اللي تحت بتاع الترانسميشن عشان اللي فوق. فانت هتكمل خط لحد ما يقطع التدريج بتاع الانجل اوف ريفليكشن كوفيشنت، فتلاقي قطعها في انجل كام؟ 56، اللي هو ده 50 ده 60، ان بتوين لو عديت كده الشورت الصغيره هتلاقي ان انت قطعته عند الانجل كام؟ 56. عشان كده ده اسمه الانجل اوف ريفليكشن كوفيشنت، اللي هو التدريج اللي فوق مش التدريج اللي تحت، التدريج اللي فوق ده. فقعدت ماشي ماشي ادي 50 60، لما مديت الخط بتاع الزد لود لقيت ان هو قطع التدريج ده اللي هو اللي فوق في انجل كام؟ 56. طيب تمام، في انجل كام؟ 56. فيبقى الانجل بتاعت الريفليكشن كوفيشنت دي 56 ديجري. فيبقى الريفليكشن كوفيشنت هيساوي الماجنتيود اللي انت حسبته ده على الانجل اللي انت هتبقى حسبته. بعد كده عايز تحوله ريل وايماجينري، اوكي، بس انت تسيبه ماجنتيود وانجل. يبقى انا كده حسبت اول مطلوب اللي هو الريفليكشن كوفيشنت. تمام، طب تاني مطلوب تاني مطلوب اللي هو بيقول لك احسب الستاندنج ويف ريشيو. الملحوظه التانيه بس، انت في طريقه تانية غير الاو بي على الاو كيو ممكن تحسب منها ماجنتيود الريفليكشن. في طريقه تانية غير او بي على او كيو ممكن تحسب منها ماجنتيود الريفليكشن. لو قلنا زي ما قلت لك بتمد الخط بتحسب ده على ده، في طريقه تانية ايه بقى؟ هتلاقي تحت خالص كده في تحت خالص هتلاقي في حاجة اسمها الريفليكشن كوفيشنت، حاجة اسمها ايه؟ الريفليكشن كوفيشنت، وده السنتر بتاعه. وهتلاقي ماشي اهو من اول 0 1 من 10 2 من 10 3 من 10 4 من 10 لحد الواحد، لان الريفليكشن كوفيشنت كماجنتيود بيبقى من 0 لواحد. فهتلاقي هنا في حاجة اسمها ريفليكشن كوفيشنت والماجنيتيود بتاعه من اول 0 لحد الواحد.
زيرو، واحد من عشرة، اتنين من عشرة، تلاتة من عشرة، لحد ايه؟ لحد الواحد. طب فهتعمل ايه؟ هقولك هتيجي بقى تاخد فتحة البرجل دي، انت اوريدي انت كنت فاتح البرجل من اول الاوريجن لحد نقطة بي عشان ترسم السيركل، هتاخد فتحة البرجل دي زي ما هي وتروح جاي هنا واقف عند السنتر، وبالفتحة التانية بتاعة البرجل بس اعملها لكم، تقف هنا بفتحة البرجل عند السنتر، بالفتحة التانية بتاعة البرجل هتروح معلم هنا على شرط، وتبدأ بقى تشوف ماجنيتيود الريفليكشن قيمته بكام. فبتاخد الفتحة بتاعة اللي انت رسمت منها السيركل تحطها هنا، تحط البرجل هنا، والطرف التاني تروح معلم بالفتحة ايه بتاعة البرجل على قيمة الريفليكشن كوفيشن. فده كده طريقة تانية بيها ممكن تحسب ماجنيتيود الريفليكشن كوفيشن بدل ما تحسب بالمسطرة، او ممكن تحسب الاثنين، ممكن تحسب بالطريقة دي وتحسب بالطريقة دي، وكمان تحسب عن طريق زد، عن طريق الاناليتيكال اللي زد لود ناقص زد نود على زد لود بلس زد نود عشان تتأكد ان القيم كلها قريبة من بعض. فيبقى انت هتعمل ايه؟ هتحسبها هنا بالطريقة دي، وعرفت ماجنيتيود الريفليكشن برضو احسبه بالطريقة دي، عشان حتى لما تيجي تقف هنا بالبرجل وتعلم على العلامة، لو قلت هنا مثلا 7 من 10 45 من 100، وانت كنت حاسبها 5 من 10 بالمسطرة لما قسمت ده على ده، فتقول اه يبقى انا كده كنت بقرب شوية، وتبدأ تعيد على نفسك بالمسطرة تاني، واحسبها برضو بشكل اناليتيكال اللي هو قول زد لود ناقص زد نود على زد لود بلس زد نود، هيطلع لك ايه؟ ماجنيتيود وانجل. شوف الماجنيتيود ده هل هو مساوي للماجنيتيود ده ولا لا، شوف الانجل اللي انت هتطلعها من الرسمة مساوي للانجل الاناليتيكال ولا لا، لو لقيتها مش مساوية حاول ان انت تظبط اللي هو الرسمة بتاعتك شوية علشان تطلع شبه الاناليتيكال، لان زد لوت لان الريفليكشن كوفيشن سهل ان انا احسبه بشكل اناليتيكال، فتوكن مثلا كنت مقرب الانجل كانت هي 57 اتخليتها 56، فلما تحسبها بشكل اناليتيكال تعرف ان هي 56. فيبقى احنا كده حسبنا ايه؟ اول حاجه اللي هو الريفليكشن كوفيشنت. طيب وبعد كده الستاندنج ويف ريشيو بقى، الستاندنج ويف ريشيو، تعالى كده نمسح كل ده. بس نقول ان احنا اهو اتفقنا ان دي كده زد لود نورمالايز اللي هو التقاطع، طبعا انت في الامتحان هتبقى بتعمل بالرصاص، فانت بس هو عايزك تحط زد لود نورمالايز كنقطة، ما تقولوش كده وكده ويبقى دي نقطة، لا انت في الامتحان بس هتقوله اهي، هتبقى انت ماشي بالرصاص كده، والرصاص ده هيتمسح بعد كده اللي هو ادي كده النص دايرة الميجر بتاعه 8 من 10، وادي كده الدايرة الكاملة اللي الريل بتاعها 1.2 من 10، فالتقاطع بتاعهم هيبقى هنا، فدي كده نقطة الزد لود نورمالايز، وتبدأ بقى تيجي من سنتر لسميث وتبدأ ترسم ايه السيركل اللطيفة بتاعتك. طيب فعرفنا ازاي بقى نحسب ماجنيتيود الريفليكشن، طب ازاي احسب الستاندنج ويف ريشيو؟ شايف النقطة دي اللي هي نقطة تقاطع الاس سيركل مع الافقي، نقطة التقاطع الأفقي مع الـ S circle دي كده هي الـ S، مش كده حتى سميناها S circle. طب هنا عارف دي اللي هي نقطة التقاطع الأفقي مع الـ S circle، بس من الناحية التانية دي كده قيمة الواحد على S، فدي قيمة الـ S ودي قيمة الواحد على S. تاني عايزين نحسب، احنا حسبنا خلاص الـ reflection coefficient، عرفنا ازاي نحسبه كماجنيتيود وانجل، عرفنا ان الانجل ان انا همد كده تمر بالزد لود وتفضل مكمله لحد ما تطلع الانجل بتاع الريفليكشن كوفيشنت اللي هو التدريج اللي فوق، اشوف في انجل كام وعرفنا الماجنيتيود ازاي. طب الستاندنج ويف ريشيو اللي انا المفروض كنت بحسبها بشكل اناليتيكال كده، هقول لك بص، تقاطع الاس سيركل مع الافقي ده هيدي لك الاس، وتقاطع الاس سيركل مع الافقي بس من الناحيه التانيه ده الواحد على الاس. طب انا دلوقتي انا عارف ان ده كده الاس، هل بقى اقيس بال فتحة البرجل دي وقيسها على المسطرة، ناخد فتحة البرجل دي وقيسها على المسطرة ويبقى هي دي كده خلاص الاس؟ اقول لك لا طبعا، دي الاس بس مش معنى ان دي كده فاليو الاس، امال ايه؟ عشان تحسب بقى الفاليو بتاعت الاس هتشوف ايه دايرة الريل اللي بتمر بالاس دي او اللي بتمر بنقطة الاس دي، وتبقى هي دي كده فاليو بتاعت الستاندنج اوبريشن. فانا معاك ان دي الاس ومعاك ان دي واحدة الاس، عايز تعرف بقى الفاليو دي بكام عشان تبقى عرفت الستاندنج ويف ريشيو بكام،
هتلاقيه هو نفس الرقم اللي طلع لك من الاناليتيكال. سيبها هتعمل ايه؟ هتشوف دايرة الريل اللي بتمر بالنقطة دي وتبقى دي كده هي دي الفاليو بتاعت الاس. فتعالى كده نبص هنا مثلا مين دايرة الريل اللي بتمر، هتلاقيها دي كده 1.2 × 10^4 × 6 × 1.8، دي 2 ودي 3، يعني دي 2 اهي ودي 3، فدي كده تقريبا يعني 2.2 مثلا، او 2.4، يعني دي 2.2 2.4 2.6 2.8 3. فتلاقي ان دايرة الريل، لا هي هي لا الاس فين اهي، لا هي مش 2.4، دي الاتنين والاس اهي اللي هي النقطة دي، فهي 2.3، 2.2 وشوية اهي، لان دي كده الاتنين، دي 2.2، 2.4، 2.6، 2.8، 3. فبالتالي دي كده 2.2، هي بعديها بسنة، فهي بقى اكتر من 2.2 شوية. هتبص بص هتلاقي هتلاقي ان دي لو 2 هتلاقي المناظر ليها من الناحية التانية نص. زي بقولك دي كده دايرة الريل، لو دي مثلا لو كانت الاس هنا عند الاتنين، كنت هتلاقي الجزء التاني من الدايرة عند النص، ان دي بتبقى الاس ودي بتبقى ايه الواحد على الاس، دي بتبقى الاس ودي بتبقى الواحد على الاس. ف يبقى انا كده عرفت الاس ازاي. اقول لك شوف دايره الريل اللي بتمر بالنقطه دي، دي نقطه الاس، شوف دايره الريل اللي بتمر بالنقطه دي هيدي لك الواحد على الاس. طبعا مش هتجيب الواحد على الاس، انت هتجيب الاس. فهنا هتلاقي ان هو كان قايل الاس بكام، هنا هتلاقيه بيقول لك ان الاس بي 2.1. هي اكتر من 2.1 يعني، الحاجه دي انت تجيبها من الرسمه يعني، بس هي اكتر من 2.1 شويه زي ما قلت لكم. الاثنين اهي من الرسمه المرسومه اهي، دي الاثنين، فاللاين اللي بقى ودي الثلاثه، فتلاقي ما بين الاثنين والثلاثه في 2.2، 2.4، 2.6، 2.8 و3، فهي بعد الاتنين واتنين بسنة. فهتلاقي ان دايرة الريل بتمر بيها هي من نقدر نقول 2.2، اكتر من 2.2. وبرضه هتتشيك بالرقم دوت عن طريق الكالكوليشن، شوف بقى 1 + ماجنتيود الريفليكشن على 1 - ماجنتيود الريفليكشن، وشوف بقى الرقم ده طالع معاك بكام. يعني هو كان طالع بكام، ب 0.36 ماجنتيود الريفليكشن لما اتحسب طلع ب 0.36. فشوفه برضه بشكل اناليتيكال وتأكد من الرقم ده. طب هل في طريقه تانية برضه بيها ممكن اتاكد من الستاندنج ووب ريشيو زي ما كنت بعمل مع السميث؟ هقول لك اه. لو قلت لك الاس ان انت بتشوف دايره الريل اللي بتمر بالنقطه دي، فهنا دايره الريل اللي كانت بتمر بالنقطه دي كانت 2.1. اقول لك لا، في طريقه تانية ان انت تاخد فتحه البرجل دي برضه، لو تفتح البرجل اللي هو الفتحه اللي انت رسمت بيها الاس سيركل، تاخد نفس الفتحه دي، بس المره دي مش هتروح على الريفليكشن كوفيشن، امال هتروح على مين؟ هتروح على الاس دبليو ار اللي هي اول واحده خالص، مش هتروح على الريفليكشن كوفيشنت، هتروح على الاس دبليو ار اللي هو اول تدري خالص. تحط هنا عند السنتر البرجل وتيجي تعلم هنا العلامه بتاعتك اللي هي بتحدد لك الاس دبليو ار. فدي طريقه تانية بيها تتشيك على الرقم اللي انت طلعته، اللي هو انت مش عارف دايره الريل هي 2.2 ولا 2.25 مثلا، فتاخد فتحه الاس سيركل اللي انت رسمت بيها الاس سيركل وتروح معلم هنا نقطه، ومنها تعرف قيمه ايه الستاندنج فيبريشن. طبعا احنا عارفين ان الستاندنج ويف ريشيو بتبقى من 1 لما لا نهايه، من 1 ايه لما لا نهايه، دي احنا عارفينها من الترانسميشن لاين، ان الستاندنج ويف ريشيو من 1 لما لا نهايه. حتى بص عشان تتاكد من الكلام ده، احنا طبعا بقول لك احنا متاكدين منه، بس عشان بس اقول لك ان موضوع ان دي الاس ودي الواحد على الاس جت منين. بص مش هي ده السنتر، فانت هتلاقي اصلا ان ده السنتر اللي هو الدايره اللي بتمر بالسنتر، او دايره الريل اللي بتمر بالسنتر هي دايره الواحد. فبالتالي الجزء اللي على اليمين حتى لو الدايره قد كده، الجزء اللي على اليمين هيقطع هنا في فاليو اكبر من الواحد، او دايره الريل اللي هتمر بيها تبقى اكبر من الواحد، لان الستاندنج ويف ريشيو من واحد لما لا نهايه. فالستاندنج ويف ريشيو بتساوي الحاجه اللي على اليمين او تقاطع الدايره، الجزء اللي على اليمين من الدايره مع الافقي. فاصلا الاورجن
دايرة الريل اللي بتمر بيه هي دايرة قيمتها بواحد، فبالتالي ايا كان حتى لو دايرة صغيرة جدا هتلاقي ان دايرة الريل اللي بتمر بالنقطة اللي على اليمين اكبر قيمتها اكبر من واحد، لان فعلا الستاندنج ويف ريشيو من واحد الى ايه الى ما لا نهاية. بعد دلوقتي عرفنا ازاي نحسب قيمة ايه الستاندنج ويف ريشيو. طيب تمام، ازاي بقى نحسب المطلوب رقم 3 اللي بيقول لك احسب لي الزد انبوت؟ وزي ما قلت لك طالما قال لك احسب لي الزد انبوت وسكت، فمعناه بيقول لك احسب لي الزد انبوت عند الجنريتور وهو مدي لك الزد لود. فازاي بقى تحسب قيمه الزد انبوت؟ بقول لك اول حاجه انا لازم اعرف ايه البعد ما بين اللود وما بين الجنريتور علشان اجي من اول اللود ابدا امشي المسافه لحد ما اروح للجنريتور عشان اجيب الزد انبوت عند الجنريتور. فهل هو مديني المعلومه دي؟ هقول لك بص، هو الجيفن اللي هو مديهولك مديلك ال ال مديلك الفريكونسي ومديلك الفلوستي. هقول لك تمام، انا لو قسمت الفلوستي على الفريكونسي ما ده هيديني اللندا اللي هو كان مديني فلوستي 6 من 10 سي اللي هو 6 من 10 في 3 في 10 اس 8. لو قسمتها على قيمة الفريكونسي اللي هو قيمته بكام؟ ب2 ميجا اللي هو 2 في 10 أس 6، يبقى أنا كده طلعت إيه؟ يبقى أنا كده طلعت قيمة اللندا. أنا كده طلعت قيمة اللندا هتطلع بكام؟ هتطلع ب90 متر. هتطلع ب90 متر، وال L كان 30 متر، يعني ال L اللي هو 30 متر بيساوي تلت اللندا اللي 90 متر. فدي 90 ودي 30، فلو قسمت لندا على ال L هيديني 3، فبالتالي يبقى ال L اللي هو 30 هي تلت اللندا اللي 90. يبقى انا عرفت ان طول الترانسميشن لاين تلت لندا. انا ليه عملت كده؟ ما هو انا لازم اجيب طول الترانسميشن لاين بدلاله اللندا لازم، لان سواء تاور جنريتور او تاور لود ما هو التدريجين بدلاله اللندا. فانت ممكن تلاقيه في المساله جه يقول لك ان طول الترانسميشن لاين لاندا على 4 او لاندا على 2، او تيجي يقول لك ان البعد ما بين اللود والنقطه اللي هو عايزك تحسب عندها زد انبوت لاندا على 4. فادالك المسافه ما بين اللود والنقطه اللي انت عايز تحسب عندها زد انبوت، ولو كان قال لك احسب زد انبوت وخلاص فالمفروض يديلك طول الترانسميشن لاين كله، فتقول لك ان طول الترانسميشن لاين كله مثلا لاندا على 2. فممكن هو في المساله يديلك الطول بدلاله اللاندا، او ممكن يديلك قيمه ال L ومعلومات منها تحسب اللندا. فانت بعد ما تحسب ال L وتحسب اللندا هتلاقي ان ال L دي مثلا هي تلت لندا، فيبقى انت عرفت ان طول الترانسميشن كل لاين كله هو ايه تلت لندا. فبالتالي هتيجي من اول اللود وتمشي تاور جنريتور لان انا عند اللود، فلازم اتحرك على التدريج بتاع تاور جنريتور عشان اروح للجنريتور عشان احسب زد انبوت عند الجنريتور. فلازم اجي عند اللود واتحرك ايه تاور جنريتور. فاول حاجه انا عرفت ان طول الترانسفورمر اللي انت على الثلاثه، فلازم المفروض اجي من عند اللود واتحرك تاور جنريتور مسافه لاند على الثلاثه. تمام، ف همد الخط ده اللي هو بتاع اللود، همد الخط بتاع اللود بحيث ان هو يقطع اني تدريج بقى، هل تدريج التاور لود ولا تدريج التاور جنريتور؟ طبعا تدريج التاور جنريتور، لان انا واقف عند اللود يبقى بتحرك في اتجاه الجنريتور اللي هو كان انهي تدريج، اللي هو كان التدريج الاخير اللي هو تاور جنريتور، اللي هو كان التدريج الاخير اللي هو كان ماشي من اول 0 1 من 100 2 من 100 3 من 100 4 من 100 5 من 100 لحد ربع، بعد كده يفضل مكمل يفضل مكمل كده 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 48 100 49 من 100 لحد النص، طبعا النص اللي هو 0. فكان تدريج التاور جنريتور كان ماشي مع عقارب الساعه عمال يزيد اهو 0 1 من 100 2 من 100 3 من 100 يروح للربع وبعد كده 26 من 100 بعد كده يرجع ايه تاني للنص. فالتدريج بتاع التاور جنريتور كان بيبقى ماشي مع عقارب الساعه. طب هو ده التدريج اللي انا هخلي الزد لود تقطعه، بحيث هو ده التدريج اللي انا همشي عليه عشان اتحرك من الزد لود لحد ما اروح للجنريتور واحسب عنده قيمه الزد انبوت. فتمام، فمديت الخط اهو، فتلاقي انه قطع التدريج بتاع التاور جنريتور عند كام؟
مش 17 من 100 عند 17 او بوينت 17 يعني 17 من 100 بلس 3 من 1000 يعني دي 17 من 100 ودي 18 من 100. فلقيته طبعا في بينهم تدريجات صغيرة اللي هو 1 2 3 4 5 فدي كده او بوينت 1 7 2 او بوينت 1 7 4 او بوينت 1 7 6 او بوينت 1 7 8 او بوينت 1 8 فدي ان بتوين ما بين او بوينت 1 7 2 و او بوينت 1 7 4 اللي هي قيمتها او بوينت 1 ايه 7 3. فلقيته قطع التدريج الاخير خالص مش التدريج اللي تحته، عارفين التدريج اللي تحت ده اللي هو بتاع الطورد اللود، واتفقنا ان هو بيمشي عكسه اللي هو هتلاقيه بيمشي من تحت كده بيمشي عكس عقارب الساعة وبيزيد عكس عقارب الساعة لحد يوصل هنا ربع، بعد كده يطلع تاني كده 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 لحد يوصل 48 من 100 49 من 100 زيرو. فعشان كده قلت لك عند اي نقطتين هتلاقي حصل جمعهم بنص لو ماشيين عكس بعض. المهم ان انا مشيت لحد ما قطعت التدريج الاخير خالص اللي هو بتاع التاورد جنريتور، قطعته في 0.173 لندا، طبعا كل ده بدلالة اللندا، المفروض اتحرك منه تاور جنريتور، فطبعا التدريج ده ماشي مع عقارب الساعة فبتحرك مع عقارب الساعة، المفروض اتحرك منه تاور جنريتور مش تاور لود، اتحرك منه تاور جنريتور لحد ما اوصل للجنريتور. طب اتحرك قد ايه؟ اقولك اتحرك لندا على التلاتة اللي هو طول الترانسميشن لاين كله، فبالتالي انا محتاج ان انا ازود على الرقم ده لندا على التلاتة بحيث انا افضل ماشي كده كده اجي من عنده اهو افضل ماشي مسافة لندا على التلاتة لحد ما اروح للجنريتور. طب امشي قد ايه؟ اقول لك طب ما تضيف على الرقم ده لندا على التلاتة، ما ده بيزيد كده اصلا، ده 17 100 18 100 فده بيزيد كده، فضيف عليه لندا على التلاتة. فانت لما تضيف على او بوينت 173 لندا على التلاتة اللي هي او بوينت تلاتات هتلاقيها ان هي او بوينت 505 اللي هي نص وخمسة من الألف، نص وخمسة من الألف اللي هي نص ومحصلتش حتى 1 من 100، دي 5 من 1000 اللي هي نص الواحد من 100. فده اللي حصل هنا، جينا زودنا من المسافة اللي هي ديت اللي هي 0.173 أو 0.1725 زودنا منها لندا على التلاتة، عشان وطبعا لندا على التلاتة دي هي بقى بتحركها من تاور جنريتور عشان ابقى رحت لمين للزد دي، فاجي من الزد لود امشي لندا على التلاتة علشان اروح لمين للزد دي. فزي ما قلت جمعت الاتنين مع بعض اداني 0.505 اللي هو نص بلس 5 من 1000. تمام، يبقى انا لو جيت عند ال 17 من 100 وكملت وضفت لندا على التلاتة هروح للنص بلس 5 من 1000. طب النص هيوديني هنا، النص هيوديني هنا عند الزيرو، لان افضل عمال ازيد كده لحد 49 من 100، النص يوديني هنا بلس 5 من 1000 اللي هو قبل الواحد من 100. بص مش ده كده الواحد من 100، الواحد من 100 ده اللي هو مكافئ ان التاور دلوقتي يبقى 49 من 100، هو مش موجود عشان هو كاتب لك مكانه جمله، وهتلاقي ان هو بدا يظهر من اول 4 من 100، بس انت عشان تعرف الواحد من 100 فهو اللي هتلاقيه قدام ال 49 من 100 في التاورد لود. فبالتالي ده كده الواحد من 100 في التاورد لود التاور جنريتور اقصد، فالخمسة من الف بقى اللي ايه اللي هي نص المسافة من بين الزيرو للواحد من 100 اللي هنا نص المسافة. فجيت من اول 17 من 100 زدت لندا على التلاتة لقيت المفروض اروح للنص وخمسة من الألف، فلما أفضل أتحرك كده والزيادة أصلا كده فبتحرك تاور جنريتور في اتجاه التاور جنريتور أهو، عمال أتحرك من 17 من 100 أفضل أزيد بقى 18 من 100 تلاتة من عشرة 35 من 100 لحد المفروض ما أوصل لكام؟ المفروض أوصل لحد 505 من 1000 اللي هو نص بلس 5 من 1000، النص بيوصلني هنا الخمسة من ألف اللي هي قبل الواحد من 100، دي كانت 49 من 100 في التاور لود مكافئ ليها 1 من 100 في التاور جنريتور، فقبل الواحد من 100 اللي هي عند النص ما بين الزيرو والواحد من 100 دي كده 5 من 1000، بعد النص زودت 5 من 1. طب هل هي دي كده نقطة الزد انبوت؟ اقول لك لا، انت كده حددت النقطة دي على التدريج هتيجي من الاورجن تمد خط بحيث يوصل للنقطة دي من الاورجن السميث تشارت، الخط ده هيقطع الاس سيركل في نقطة، هي دي كده الزد انبوت، ان الزد انبوت لازم تكون موجوده على الاس سيركل، فدي كده نقطه الزد انبوت.
يبقى انا مشيت على التدريج، مشيت على التدريج لحد ما وصلت هنا. هل دي كده نقطة زد انبوت؟ اقول لك لا، هتيجي بقى من الاورجنت مد خط يقطع الاس سيركل في نقطة، النقطة دي هي الزد انبوت. طب عايز اجيب احداثياتها، اقول لك شوف دايرة الريل اللي بتمر بيها ودايرة الايماجينري اللي بتمر بيها. هتلاقي دايرة الريل اللي بتمر بيها بكام؟ دي هي مش باينة قوي هنا، بس يعني من فوق ممكن تبان دايرة الريل اللي بتمر بدي، اللي هي ان بتوين بين دي ودي، اللي هي 5 من 10، اللي هي كام؟ 5 من 10. فتلاقي ان دايرة الريل دي بكام؟ ب5 من 10. هل هي دي واحد على الاس؟ ولا لا، واحد على الاس اهي، اللي هي الافقي مع الاس سيركل. دي مش الافقي، دي فوق الافقي، دي اللي هي 5 من 1000، دي زد انبوت. لكن الواحد على الاس اللي كانت هنا، اللي هي الافقي مع الاس سيركل. فتلاقي ان دايرة الريل اللي بتمر بيها كام؟ اللي هي النص. دايرة الإيماجنري، شوف بقى مين دايرة الإيماجنري بتمر بالنقطة دي، هتلاقيها هنا، ده كده 1 من 10، وده كده الزيرو. شوف ما بينهم في ده كام تدريج، كام تدريج للإيماجنري، وهتعرف هي كام بالظبط. تلاقي ممكن تلاقيها 3 من 100 مثلا، اللي هو أدي كده 1 من 10، 2 من 10، اللي هو اللاين ده كده، شوف اللاين ده كده، ده كده اللي هو 1 من 10، اللي هو ده في ما بينه وما بين الزيرو كذا تدريج. هتلاقي بقى ماشي 2 من 10، 4 من 10، مش 2 من 10 بقى، اللي هو 2 من 100، 4 من 100، وهكذا لحد يوصل ل1 من 10. فهتلاقي ان دي حوالي كام؟ 3 من 100. لو امشيها كده يعني، تعالى مثلا نتخيلها هنا على الرسمة، نتخيلها مثلا ان هي كده، ان هي النقطة دي. انت عايز تعرف الماجنري بتاعها بكام، فشوف بقى ده كام. يعني لو ده 1 من 10 مثلا، تعال كبر، بس مش هتكبر اكبر من كده. بس تبقى فاهم الدنيا ماشية ازاي. لو هنا ده 1 من 10، فانت هتلاقي في جيم تدريج من اول الزيرو لحد دايرة الإيماجنري اللي 1 من 10. ما دي كده دايرة الإيماجنري اللي 1 من 10، اللي هي ديت، شايف؟ اللي هي اللي هي مين؟ اللي هي دي ال 2 من 10 اهي، دي ال 1 من 10 دي. هتفضل مكمل كده، دي 1 من 10، كمل الخط ده كده لحد الآخر، هيوديك ال 1 من 10. شوف ما بينه بقى وما بين الزيرو في كام؟ نص دايرة. ويبقى ده كده من 1 من 10 مثلا لزيرو كان فيه 6 دوائر، فتجيب بقى ايه؟ يبقى تقول يبقى كل دايرة بتمثل قيمة معينة. يعني اديك مثلا، انا مثلا عندي من الزيرو للواحد في كام دايرة؟ في 4 دوائر. قلت يبقى دي ال 2 من 10، دي ال 4 من 10، دي ال 6 من 10، دي 8 من 10. عرفت منين؟ هقول لك، وانا عندي كام خط ما بين ده وده؟ ده زيرو ده واحد، عدي ما بينهم 1 2 3 4، صح؟ هتقول يبقى النهاية اللي هي 1 ناقص البداية اللي هي زيرو على عدد الخطوط بلس 1. ده كده هيجيب لك الاستيب من كل خط والتاني، اللي هي 1 على 2 اللي هي 2 من 10. ده كده الاستيب من ايه؟ كل خط والتاني، اللي هو النهاية ناقص البداية على عدد الخطوط ما بينهم بلس 1. فتجيب الستيب، فتبدأ بقى تدي لكل لاين منهم رقم. يبقى ده كده هيبقى 2 من 10 مثلا، ده كده مثلا 2 من 100، ده 4 من 100، ده 5 من 100، لحد ما توصل ل1 من 10. فتجيب الستيب وبعد كده تضيفها على المينيموم لحد ما توصل للماكسيموم. فيبقى انا زي ما قلت لك، هتشوف ما بين 1 من 10 و0 في كام تدريج، او في كام نص دايرة، بحيث تقول يبقى الواحد ناقص الزيرو على عدد الدوائر بلس 1. يبقى انت كده جبت الستيب، بتبدا تضيفها على كل نص دايره، بحيث يبقى دي مثلا الستيب طلعت 2 من 100، يبقى ده الزيرو، ده ال 2 من 100، ده ال 4 من 100، 6 من 100، 8 من 100 مثلا، واحد بس، هو هتلاقيهم اكتر هنا، هتلاقيهم الدوائر اكتر. بحيث تبدا بقى تشوف ايه هي دايره تبدا بقى تشوف ايه هي دايره، او ايه هي نص الدايره اللي بتمر بالنقطه دي، ويبقى ده كده جزء الايماجنري بتاع الزد دي. انا شفت ايه دايره الريل اللي بتمر بالنقطه دي، لقيت ان دايره الريل كام؟ بنص. شفت دايرة الإيماجينري لقيتها بكام؟ تقريبا 3 من 100، 3 من 100. دايرة الإيماجينري تقريبا كام؟ 3 من 100. طب لأن أنت عندك أهو أدي الواحد، فأنت عندك بقى فيه كام نص دايرة؟ يعني ممكن تبدأ تطلع من بره شوية،
هتلاقي لو ده الواحد كده فانت عندك اهو 1 8 من 10 6 من 10 4 من 10 2 من 10 ادي الزيرو. فانت اول ما بتقرب بتلاقي ان الدوائر دي اللي بتكتر اللي هي دوائر الريل، لكن دوائر الايماجينري خدها من بره. ان ده الواحد من عشرة اهو عملهولك مدي الخط بتاعه ادي كده الواحد من عشرة، اللي هو هتلاقيه هنا هتلاقي ده اصلا لاين الاتنين من عشرة، شايف ده اللاين بتاع الاتنين من عشرة اللي هو فين ده، اقصد ده لاين الاتنين من عشرة، واللاين اللي تحته ده الواحد من عشرة، اللي وصل ده كده الواحد من عشرة. لو مديته هتلاقي نفسك رحت الواحد من عشرة، لو خده من هنا حتى مده كده مده هيوديك لمين، للواحد من عشرة اللي هو اللاين ده اللي هو فوق 2 من 10. فده كده مين؟ ده كده الواحد من العشرة. فانت هتلاقي من الواحد من عشرة اهو للزيرو في واحد من عشرة 8 من 1000، 8 من 100 اقصد، 6 من 100، 4 من 100، و2 من 100، وبعد كده ده لاين الزيرو، ده لاين الزيرو، ده لاين الجراوند. فمحتاج نظر قوي شوية، بس هي فعلا في 5 تدريجات يعني، عايز زيرو 2 من 100 لحد 1 من 10. فيبقى انت كده عديت اهو، انت عند الزيرو اهو عديت واحد منهم اللي هو 2 من 10، وان بيتوين ما بين الاتنين من عشرة والاربعة من عشرة، فاللي هو اسف عديت واحد منهم اللي هو 2 من 100، وان بيتوين ما بين الاتنين من 100 والاربعة من 100، فانت عند نص الدايرة اللي هي 3 من 100. ودايرة الريل بتاعتك كام اللي هي كانت نص؟ دايرة الريل كانت معمولة نص؟ مفروض نص، دايرة الريل فعلا نص. أنا كده جبت زد انبوت من الملايط وأروح ضاربها في في الزد نود اللي هي ب50، هيطلع لي قيمة الزد انبوت. أروح ضاربها في الزد نود اللي هي ب50، هيروح طالع لي قيمة مين؟ الزد انبوت. دي كده قيمة الزد انبوت. فيبقى احنا كده خلاص حللنا 3 مطالب. المطلوب التالت رحت رسمت، رحت مديت الخط قطعت هنا في التدريج بتاع التاور جنريتور، لان عايز اتحرك من اللود عشان اروح تاور جنريتور عشان اجيب الزد انبوت. رحت زودت عليه قيمة ال اللي هو طول الترانسميشن لاين، ولقيت نفسي المفروض اوصل هنا عند نص بلس 5 من 1000. قلت يبقى ده كده التدريج النص على التاور جنريتور، ده التدريج الواحد من 100 على التاور جنريتور. انا عايز 5 من 1000، عايز بعد النص يبقى 5 من 1000 اللي هي ما بين الزيرو والواحد من 100، دي كده اللي هي 5 من 1000 ما بين الزيرو ما بين ايه الواحد من 100. هروح معلم نقطة مش هيدي زد انبوت، همد خط من الاورجن بحيث يمر بالنقطة دي تقاطع مع الاس سيركل، هي دي كده مين قيمة الزد انبوت. اشوف ايه دايرة الريل اللي بتمر بيها لقيتها نص، دايرة الايماجن اللي بتمر بيها لقيت الموضوع صعب شوية، قلت لك تتبعه، قلت لك دي الاتنين من عشرة اهي، ودي كده اللي هي 1 من 10. حتى انت لو مشيت مع الخط اللطيف دوت هتلاقيه راح للواحد من عشرة اللي هو الخط اللي تحت الاتنين من عشرة ده، يمشي معاه كده اهو 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 اهو، روح خش معاه كمان هتلاقي 1 من 10. يبقى ده 1 من 10 عديت لك ما بينه وما بين التاني ما بين 1 من 10 والزيرو، هتلاقي في 4 خطوط ان بتوين. فقام الحسبة اللي حسبتها لك اللي هي 1 من 10 ناقص زيرو على 4 بلس 1 يدي لك 2 من 100، يبقى ده زيرو، ده لاين الزيرو اهو، ده الاتنين من 100، ده الاربعة من 100، 6 من 100 و8 من 100 لحد الواحد. ده هتلاقيها ان بتوين ما بين الاتنين من 100 ما بين نص الدايرة بتاعت الاتنين من 100 والاربعة من 100، فبالتالي هي قيمتها كام؟ 3 من 100. فيبقى انا عرفت ان دايرة الريل نص والايماجن 3 من 100. انا كده جبت الزد انبوت نورمالايزد اللي هي بتترسم على السميث، هضربها في الزد نود، يبقى انا كده جبت مين قيمة الزد انبوت. اضربها في الزد نود يبقى انا كده جبت قيمه الزد ايه، الزد انبوت. طيب تعالى نتكلم عن شويه نودز كان ممكن هو يعمل ايه. كان ممكن مثلا لو كان قال لك ان المسافه اكبر من طول لندن، كان قال لك مثلا ان المسافه هي طول لندن طولتين لندن مثلا، طولتين لندن اللي هي 6 من 10، كان قايل لك مثلا ان هي طولتين لندن اللي مثلا كام، انت واقف على 0.17 كانت المسافة مثلا طولتين لندن، فتعمل ايه؟ يعني خليك انتليجنت شوية في تفكيرك. احنا عارفين ان اللفة الكاملة على السميث
بي نص لندن. فلو قال لك 1700 وكان طول الترانسميشن لاين مثلا 0.65 مثلا اللي هو طولتين لندن، فانت عارف النص لندن لفه كامله، فتقول يبقى خلاص، يبقى انا اقول 0.1700، انا مش هجمع 0.65، انا هجمع في الاول نص بلس 1500، النص لندن تخليك تلف لفه كامله فترجع لنفس النقطه اللي انت واقف عندها. فيبقى انت هنا هتلف لفه كامله وترجع نفس النقطه اللي انت واقف عندها دي كده النص. بكده تبدا بقى تضيف على النقطه دي 15%، تبدا بقى تشوف انت واقف فين. تلاقي نفسك مثلا واقف هنا 15% بلس 17% اللي هي 32%، تلاقي نفسك واقف هنا، تروح مدي الخط من الاورجن تقطع في نقطه دي كده نقطه الزد انبوت نورمالايزد. هتلاقي طبعا ليها قيمه دايركت ريل، وهتلاقي الايماجنري بتاعها بالسالب. هتلاقي لما تيجي تحسب الزد انبوت نورمالايزد هتلاقي الايماجنري بتاعها بالسالب، لان دايره الايماجنري هتبقى بالسالب. فمش يعني ما تجيش عند 17% دي وتروح ضايف مثلا 0.65، فتلاقي نفسك المفروض تروح لل 8 من 10. طب ايه ال 8 من 10 دي؟ عارف تلاقي نفسك عملت ايه؟ ممكن تقول طب انا عايز اروح ل 8 من 10، فاقول لك يبقى روح للنص، وبعد ما تروح للنص روح لف 3 من 10، فتلاقي نفسك رحت لفيت الربع دوت كمان وجيت هنا عند الخمسة من 100. فكان حل تاني كنت ممكن تقول لا انا هزود طولتين لندن، هاجي من عند 17% مثلا وهضيف 65% مثلا، فتلاقي نفسي مثلا رحت لي ال 8 من 10. يعني ايه 8 من 10؟ ان انا اروح في الاول ال 5 من 10 اللي هو اروح هنا اوصل للنص، وبعد كده اروح ضايف 3 من 10. 3 من 10 ايه؟ اللي هو الربع ده كله، ان ده كله ربع لندن، وكمان اضيف 5% لندن لحد ما اروح ل 3 من 10. يعني رحت للنص، ما انا لما ضفت على 17% 0.65 لقيت نفسي عند 8 من 10 ورحت مثلا. فاروح للنص في الاول، وبعد كده من النص اروح لافف 3 من 10 لحد ما اروح هنا عند 3 من 10، فبقيت دي كده نقطه. او من الاول كنت ممكن ابقى انتليجنت في تفكيري اقول عند ال 17%، فالنص هيلففني لفه كامله. طب وال 15% الباقيين هي دي اللي هضيفها على الراجل ده، لان رحت عند 3 من 10. طبعا هي مش 3 من 10، هي 3 من 10 شويه. فالحلين صح، بس انت لازم تكون فاهم الصوره، فاهم ان الربع النص النص السميث هي ربع لندن، واللفه الكامله على السميث هي نص لندن. فانا جيت مثلا هنا عند التاور جنريتور عند ال 17% وقلت لك لف لي زود لي على 6 من 10 لندن مثلا، ممكن تقول لي طب ما انا لو زودت نص لندن هرجع لنفس النقطه تاني، هبقى لفيت لفه كامله، فاجي من هنا ازود 1 من 10 لندن. او ممكن تقول لا ده انا هزود 6 من 10 لندن، فالمفروض اقف عند 0.67، او المفروض اوصل عند كام لما ازود 6 من 10 لندن؟ هيبقى المفروض اقف عند 77%. فايه 77%؟ ان انا اروح للنص، وبعد ما اروح للنص هيبقى لي 27%، اروح اجي بقى من اول زيرو اروح لاف 27% واجي عند ال 27% اللي هي دي، اللي هو الف بقى من الزيرو اللي هو اصلا بيزيد زياده مظبوطه يعني لحد 27%. تمام. ممكن يقول لك اصلا مثلا دي في 1.2 لندن، فتروح تقول يبقى نص لندن لفه كامله، نص لندن لفه كامله تاني، يبقى انا هضيف 2 لندن بس. دي نقطه تانيه ممكن يديلك الزد انبوت ويقول لك احسب لي الزد لود. انا يعني احنا خلاص خلصنا اول مساله، بدي لك شويه نوتس قبل ما نخش في تاني مساله، وبدي لك شويه افكار قبل ما نخش في مين في تاني مساله. ممكن يديلك قيمه الزد انبوت ويقول لك احسب لي قيمه الزد لود. فانت ازاي هترسم السيركل؟ هقول لك عادي، هياخد الزد انبوت ووقعها، وهي دي منها اللي هرسم السيركل. هاجي من اول الزد انبوت اللي وقعتها وافتح البرجل وارسم السيركل، لان الزد انبوت بتقع على الترانسميشن لاين، فبالتالي اقدر بيها ان انا ارسم السيركل. طب وبعد ما رسمتها، بعد ما رسمت الاس سيركل بالزد انبوت، هقول لك هيبقى مديلك المسافه ما بين الزد انبوت واللود، او لو انت الزد انبوت دي كانت عند الجنريتور او ما كانش جاب سيره، فانت كنت هتعتبر ان هي عند الجنريتور، فكان هيديلك ايه طول الترانسفير، طول الترانسميشن لاين كله. تمام. فاعمل ايه برضه؟ اقول لك خلاص نفترض ان دي كده الزد انبوت، نفترض ان دي الزد انبوت، فانت رحت من هنا رسمت السميث الاس سيركل وعايز منها تحسب
الزد لود، وهو مديلك البعد ما بين الزد انبوت ديت وما بين الزد لود، او حتى قال لك احسب لي الريفليكشن كوفيشنت او الستاندنج ويف ريشيو، او خلينا في الستاندنج ويف ريشيو تتحسب كده عادي، كان قال لك احسب لي الريفليكشن كوفيشنت. ما هو الريفليكشن كوفيشنت عشان احسبه، ما هو لازم احسبه من الزد لود، هو الريفليكشن كوفيشنت عند اللود، هو يقصد كده. فحتى لو ما ليش احسب زد لود وقال لي احسب الريفليكشن كوفيشنت، طب ما انا لازم في الاول احسب زد لود عشان منها احسب الريفليكشن كوفيشنت. احسب زد لود ازاي بقى؟ اقول لك هتمد خط برضو بافتراض ان دي زد انبوت، بس هتخليه يقطع عليه بقى تدريج، هتخليه يقطع التدريج بتاع التاورد لود اللي هو مش التدريج الاخير اللي هو ده، لا التدريج اللي تحته اللي هو مثلا دي مش 16%، لا اللي هو التدريج اللي تحته اللي مكتوب عليه 34%، وتدريج واحد بس مكتوب رقم فوق رقم تحت، فتتخليه يقطع التدريج اللي تحت، وهتبقى الحركة بتاعتك تاورد لود، لأن هو برضه مديك الزد انبوت، فأنت لازم تتحرك ناحية اللود عشان تروح للزد لود وتحسب قيمة الزد لود، فتبقى الحركة بتاعتك ايه؟ تاورد لود. تمام. فأنت مثلا هنا قطعت التدريج بتاع التاورد لود عند الـ O point كام؟ دي 33 ودي 32، لأن المرة دي الزيادة عكس عقارب الساعة، فتلاقي إن الزيادة بتاعتك ماشية كده، فأنا قطعته عند قول ال 32 وحتة، افترض ان هو قطعته عند ال 32% لندن، فقال لك مثلا اتحرك تاورد لود مسافة لندن على التلاتة، اللي هي مسافة كام؟ مسافة 3 من 10، فخلاص يبقى انا بتحرك مسافة 3 من 10. يبقى تاني انا قطعت، هبقى المرة دي معايا زد انبوت، فهقطع بقى التدريج بتاع التاورد لود وابدأ ان اتحرك المسافة في اتجاه اللود اللي هم قايل لك عليه، اللي هو مسافه ما بين الزد انبوت ولود، او مسافه ايه طول الترانسميشن لاين كله. فانا قطعت هنا عند التدريج مثلا 0.3 3 قول 0.3 3، وعايز اتحرك ناحيه اللود عشان ابقى اروح للزد لود مسافه لاند على الثلاثه، اعمل ايه؟ عايز اتحرك تاورد لود مسافه لاند على الثلاثه، اقول لك ماشي بقى اتحرك عكس عقارب الساعة لو بتمشي كده عشان تبقى بتتحرك تورد لود مسافة لندن على التلاتة، اللي هي كام؟ اللي هي 3 من 10، اللي هي 0.3 من 10، 3 3، فتضيف الرقم ده على الرقم التاني 0.33 بلس 0.33 هيديلك مثلا 0.64. طب أنا لو فضلت ماشي كده تورد لود هقابل النص، مش هقابل 0.64، أقولك ماشي قابل النص، وبعد ما تقابل النص افضل مكمل، هو التورد لود بيزيد كده، افضل مكمل بعد نص كام بقى؟ بعد النص 14%، عشان تبقى وصلت ل 0.64، تفضل مكمل مكمل لحد ما تروح لمين؟ لل 14%. يبقى انا جيت من عند هنا عايز اتحرك، قطعت هنا في التاور لود عايز اتحرك تاور لود مسافه قد ايه؟ هقول لك مثلا لاند على 3، فاضيف على الرقم ده لاند على 3 لان الزياده كانت كده، ف 0.33 بلس لاند على 3 اللي هي مثلا 0.64 مثلا. فلو كملت كده مع في اتجاه التاورد لود اللي هو عكس عقارب الساعه هوصل للنص، فتروح مكمل لحد بعد النص المفروض 0.64، يعني بعد النص 14%. قال لك حاجه كبيره، يعني مثلا قال لك 6 من 10 لاند، يبقى انت عارف ان اللفه كامله نص لاند، وتروح انت زايد او ماشي تاورد لود عكس عقارب الساعه مسافه كام؟ مسافه 1 من 10 لاند، مسافة 1 من 10. قلت لك في طريقة تانية، قلت لك في طريقة تانية وانا بشرح، قلت لك ايه هي؟ قلت لك سواء تاورد لود او تاورد جنريتور انت ممكن تحول لندن لجري وتبقى بتمشي على الانجل اوف ريفليكشن كوفيشنت، او على التدريج بتاع الانجل اوف ريفليكشن كوفيشنت. يعني ايه؟ يعني قلت لك ان اللندن على الاثنين بتمثل، اللندن على الاثنين دي بتمثل 360 درجة، لأن اللفة الكاملة على سميث تشارت اللي هي دايرة كاملة 360 درجة. حتى أنت كنت تلاقي أنجل أوف ريفليكشن كوفيشنت كانت ماشية كده من زيرو لحد ال 180، ومن زيرو لحد السالب 180، فدي كانت موجب أو سالب 180، موجب أو سالب، بحيث التدريج اللي فوق من زيرو 180 والتدريج اللي تحت من زيرو لإيه؟ سالب 180، بحيث إن اللفة الكاملة على سميث كام؟ 360 درجة، اللي هي ايه؟ اللفة الكاملة على السميث 360 درجة. ده
تمام، فيبقى اللفة كام؟ 360 درجة، اللي هي مكافأة ليه لندا على 2. يبقى بالتالي لندا ب 720 درجة. فلو قلت لك اتحرك لندا على 3، انا بقول لك اتحرك 240 درجة. فدلوقتي انا اتحرك 240 ديجري بس مع قارب الساعة والعكس عقارب الساعة، ده على حسب انا اتحرك تاور دلود ولا تاور جنريتور. بمعنى انا دلوقتي هاخد نفس المثال بتاعي، ان انا كنت مقصاين زد لود، وطبعا انا كنت بمد الخط ده بحيث بقطع التدريج بتاع التاور جنريتور عشان ابدا اتحرك من اللود تاور جنريتور مسافه لندا على الثلاثه عشان اجيب الزد انبوت. المره دي مد الخط برضه بس هقطع التدريج بقى مش بتاع التاور جنريتور، لا ده انا هقطع التدريج بتاع الانجل اوف ريفليكشن كوفيشنت اللي هو انا اصلا كنت بقطعه عشان احسب منه السيتا ريفليكشن، فهقطعه ومنه بحسبت السيتا ريفليكشن اللي هو كانت 56 ديجري، لو كان هنا ما بين ال 60 وال 50 اللي هو 56 ديجري. بس المره دي انا مش هقطع اصلا التاور جنريتور، انا هقطع التدريج ده وهبدا اتحرك بالدرجات 240 ديجري عشان انا اروح اللي هي مكافاه لندا على 3 عشان اروح للزد انبوت. طب ابدا اتحرك في التدريج بتاع الانجل اوف ريفليكشن كوفيشنت مع عقارب الساعه والعكس عقارب الساعه، اقول لك على حسب انت عايز تروح للود ولا عايز تروح للجنريتور. انا هنا قطعت التدريج بتاع الانجل اوف ريفليكشن كوفيشنت، بس انا عايز اتحرك منه 240 ديجري عشان اروح لزد انبوت، يعني عايز اتحرك في اتجاه الجنريتور. فبالتالي همشي مع عقارب الساعه عشان يبقى نفس اتجاه التاور جنريتور، فبالتالي همشي مع عقارب الساعه علشان يبقى نفس اتجاه مين؟ التاور جنريتور. فالتاور جنريتور كان مع عقارب الساعه والتاور لو كان عكس عقارب الساعه، فتلاقي ان انا مديت المره دي وقطعت في التدريج بتاع الانجل اوف ريفليكشن كوفيشنت مش هكمل، وعلى التدريج دوت هبدا ان انا ايه امشي تاور جنريتور اللي هو مع عقارب الساعه 240 ديجري اللي هي مكافاه لندا على 3. فطبعا انا كنت ماشي كده 56، كان هو اصلا بيعد كده من 0 ل 180 ومن 0 ل 180 بس بالسالب تحت. فانا عايزك تتحرك من هنا من عند 56 ديجري، عايز اتحرك 240 درجه مع عقارب الساعه عشان اتحرك في اتجاه التاور جنريتور عشان اروح للزد انبوت، اتحرك على التدريج بتاع التاور بتاع الانجل اوف ريفليكشن كوفيشن. فهتحرك 240 اللي هو 56 اللي انا كنت ماشيهم دول همشيهم تاني. لما اطرح 56 من 240 يبقى انا كده ناقص لي كام؟ ناقص لي 188 ديجري. ف 188 ديجري اللي هم ال 180 دول كلهم اللي هو مش هو من 0 لسالب 180، فانا اتحركت ال 180 دول كلهم، وبعد 180 كمان هتحرك 8 ديجري. فلما تتحرك ال 8 ديجري دول انت عندك هنا فين؟ انت عندك هنا اهو دي كده ال 170 اللي هي مكافأة ال 10، 170 قدام 10، فلما تتحرك 8 ديجري هتلاقي نفسك واقف هنا، متحرك 8 ديجري على التدريج بتاع الانجل اوف الريفليكشن كوفيشن. فيبقى انا المره دي طبعا احنا مش هنعمل كده، انا عايزك تمشي بالتدريج بتاع اللمضة بتاع الويف اللي هو التاور جنريتور والتاور لود، بس بقول لك دي ده حل ممكن نحول اللمضة على 3 اللي هي 240 ديجري. طب همشي مع عقارب الساعة ولا عكس عقارب الساعة؟ على حسب، لو انت عايز تحرك تاور جنريتور تمشي مع عقارب الساعة، تاور لود هتمشي عكس عقارب الساعة. طب انا هنا في المثال ده كنت عايز اتحرك تاور جنريتور، ولا خلاص يبقى المره دي مش هتقطع التدريج بتاع التاور جنريتور، انت هتبقى كل شغلك بالديجري، هتقطع التدريج بتاع الانجل اوف ريفليكشن كوفيشن قطعته في 56 ديجري، لانك كنت انت عارف بتعد من 0 ل 180 كده، من 0 لسالب 180 من تحت، كنت قطعته في 56 ديجري. هتبدا ان انت ايه تتحرك تاور جنريتور 240 ديجري عشان تبقى اتحركت لندا على 3 وتقصينا زد انبوت، فتبدا تقول يبقى 240 يبقى انا اتحرك ال 56 اللي انا كنت ماشيهم اوصل هنا، يبقى انا كده ناقص لي 240 188، هتحرك ال 180 اقف هنا، بعد كده اتحرك 8 اقف هنا، بعد كده اروح شدد الخط ده التقاطع مع الاس سيركل يديني مين؟ يديني زد انبوت. كلام جميل. يبقى انا كده ايه نفس الكلام بقى، لو انت كنت عايز تحرك تاور لود فتلاقي نفسك قطعت في الانجل اوف ريفليكشن كوفيشنت، بس هتمشي عكس عقارب الساعه، تمشي على التدريج بتاع الانجل اوف ريفليكشن كوفيشنت عكس عقارب الساعه بقيمه الديجري اللي انت حسبتها من بدايه اللمضه. شفت بقى اللمضه كانت المفروض تتحرك كام لمضه؟ حولتها الديجري، وهتمشي على التدريج بتاع الانجل اوف ريفليكشن كوفيشنت بس عكس عقارب الساعه. يعني انت ممكن ما تلجاش اصلا للتدريج بتاع التاور جنريتور والتاور لود، تفضل شغال على التدريج بتاع الانجل اوف ريفليكشن، تبقى بتحول اللندا لديجري وبتمشي مع عقارب الساعة وعكس عقارب الساعة ديبند
انت عايز تتحرك تاور الجنريتور وتاور الويف، بس انا مش عايزك تشتغل كده، عايزك تشتغل على التدريجين بتوع الويف لينز تاور جنريتور والويف لينز ايه تاور لود. ملحوظة تانية شايف النقطة دي، احنا قلنا دي بتمثل الاس ودي بتمثل واحد على اس. طيب مش فاكر لما قلت لك ان قيمة الزد انبوت ماكسيمم اللي هي النقطة اللي هي قيمة الزد انبوت اللي عندها ماكسيمم فولت، مش كانت اس في زد نود وزد انبوت مينيمم، كانت زد نود على اس، يعني نقدر اقول ان هي واحد على اس في زد نود. يعني انت عايز تقول لي ايه؟ عايز اقول لك ان نقطة الاس اللي انت حددتها ديت بتمثل الزد انبوت ماكسيمم بس نورمالايزد، بحيث ان هي لما تتضرب بعد كده في زد نود يدي لك الزد انبوت ماكسيمم بتاعتك اللي هي الماكسيمم امبيدنس، اللي هو الامبيدنس اللي عندها ماكسيمم فولت ومينيمم كارنت، ودي كده دي اللي عندها ماكسيمم فولت وايه ومينيمم كارنت، ودي العكس مينيمم فولت وماكسيمم كارنت. فزد انبوت ماكسيمم كانت اللي هي النقطه اللي عندها ماكسيمم فولت، خلينا في الفولت دلوقتي، اللي هي النقطه اللي كان عندها ماكسيمم فولت اللي هي زد انبوت ماكسيمم، ودي النقطه اللي كان عندها مينيمم فولت، بس دي كده عندها ماكسيمم فولت وماكسيمم امبيدنس، ودي مينيمم فولت ومينيمم امبيدنس. كانت قيمه المينيمم الماكسيمم امبيدنس اس في زد نود، وقيمه المينيمم امبيدنس كانت زد نود على اس اللي واحد على اس في زد نود. فبالتالي اقدر اقول ان زد انبوت ماكسيمم نورمالايزد اللي هي الاس، بحيث لما تضرب في زد نود يديني زد انبوت ماكسيمم، وزد انبوت مينيمم نورمالايزد اللي هي واحد على اس، بحيث لما تضرب في زد نود يديني زد انبوت مينيمم. فاقدر اقول ايه؟ ان النقطة دي اللي هي الاس هي نقطة الزد انبوت نورمالايزد ماكس، ودي هي نقطة الزد انبوت نورمالايزد مينيمم، بحيث انت هتاخد قيمة الاس اللي انت حسبتها دي. لو قالك لو هو قالك احسب لي قيمة الزد انبوت ماكسيمم او الزد انبوت مينيمم هتعمل ايه؟ هتروح واخد الاس اللي انت حسبتها اللي هي دايرة الرجل اللي بتمر بالنقطة دي او زي ما قلنا بالتدريج اللي تحت، وتروح ضاربها في الزد نود. لو قالك احسب لي زد انبوت مينيمم هتروح واخد الواحد على الاس اللي هي دايره الريلي اللي بتمر بالنقطه دي، وتروح ضاربها في زد نود، فدي هتبقى زد انبوت ماكسيمم ودي هتبقى زد انبوت مينيمم. هتضرب القيمه اللي انت هتحسبها بتاعت الاس في زد نود هيديك زد انبوت ماكسيمم، هتضرب القيمه اللي انت هتحسبها الواحد على الاس في زد نود هيديلك زد انبوت مينيمم. فدي النورمالايزد اللي هي لما هتضرب في زد نود هيديلك قيمه زد انبوت نفسها. طيب وخليك عارف ان النقطة دي زي ما هي زد انبوت ماكسيمم نورمالايزد ودي زد انبوت مينيمم نورمالايزد اللي هي النقطة دي اقصد، فالنقطة دي هي اللي عندها الماكسيمم فولت، او نقدر نقول ان دي كده الماكسيمم ودي كده نقطة المينيمم، اللي هي دي النقطة اللي عندها ماكسيمم فولت ودي النقطة اللي هي عندها مينيمم فولت. فلو فاكر احنا كان سؤال كده معروف جدا اناليتيكال يقول لك احسب لي المسافة ما بين اللود وما بين الفيرست ماكسيمم، او المسافة ما بين اللود وما بين الفيرست مينيمم، ده سؤال كان معروف جدا. يحسب لي المسافة ما بين اللود وما بين الفيرست ماكس. لو بنسميها ال ماكس. أو المسافة ما بين اللود وما بين الفيرست مينيمم. لو بنسميها ايه؟ ال مينيمم. فازاي بقى نحسبها على الرسم؟ هقول لك الموضوع بسيط جدا جدا يعني فوق ما تتخيل. انا ادي كده زد لود، عايز احسب المسافه ما بينها وما بين الفيرست ماكسيمم، يبقى المسافه ما بين اللود وما بين ديت ما بين النقطه دي، ما دي كده اللود ودي كده النقطه دي، فاروح مادد الاثنين النقطه دي واللود بحيث يقطعوا التدريج بتاع التاور لود. ليه التاور تاور جنريتور اقصد؟ ليه التاور جنريتور؟ ما انا علشان اتحرك من اللود اروح للفيرست ماكسيمم انا بتحرك ناحيه الجنريتور، او علشان اتحرك من اللود اروح للفيرست مينيمم انا بتحرك ناحيه الجنريتور، انا بتحرك من اللود. فبالتالي عشان اعرف المسافه ما بين اللود والفيرست ماكسيمم كل اللي هعمله ان انا اروح مادد اللود بحيث انه يقطع التدريج بتاع التاور جنريتور، واروح مادد دوت بحيث يقطع التدريج بتاع التاور جنريتور. طبعا هيقطعه في ايه؟ ده هيقطع التدريج بتاع التاور جنريتور في ربع،
ان هو هيكون لف ربع، نص لفة وصل للربع، وده قطعه في 17%، حصل طرح الربع ناقص 17%، هي دي كده المسافة ما بين اللود والفيرست ماكس. كل اللي عملته ان انا ده الفيرست ماكسيمم وده اللود، يبقى انا هتحرك من اللود باور جنريتور عشان اروح للفيرست ماكسيمم، اتحرك من اللود ايه باور جنريتور عشان ابقى رايح للفيرست ماكسيمم. فبالتالي اجي على التدريج بتاع الباور جنريتور ده كده 17% وده كده ربع، فبالتالي المسافة بينهم كام؟ 8%. طب عايز المسافة بين اللود والفيرست مينيمم، يبقى انا همشي ال 8% دول واروح ماشي نص لفة كاملة لحد ما اروح هنا تاني عند النقطة دي، تبقى ربع لندا بلس الحتة دي، أو ممكن أقول النص اللي هو هنا هبقى أنا لفيت وصلت للنص، نص ناقص 17%، لو نص اللفة الكاملة اللي هي نص ناقص 17 ناقص الحتة دي يديني مسافة ما بين اللود والفيرست مينيم، لو قلت اللفة الكاملة ناقص الحتة اللي أنا أوريدي كنت لاففها عشان يديني الحتة الباقية. أقول هنا كده همشي 8% أقف هنا، بعد كده أروح ماشي ربع ربع لندا أقف هنا، يبقى ربع لندا بلس الحتة دي، أو أخد النص لندا كلها أطرح منها الحتة اللي أنا مشيتها. طب قال لك هات لي المسافة بين اللود والسكند مين، طبعا هو ما بيطلبش كده بس هقول لك لو يعني، بس هو على طول سؤال أساسي في السميث برضه، يقول لك هات لي المسافة بين اللود والفيرست ماكس. فأنت شغال على التدريج بتاع التاور جنريتور وتشوف الفيرست ماكس ده ده عند الربع لندا وده كده عند حتة معينة، لو مثلا اللود كان هنا، لو اللود كان تحت، يعني افترض معايا ان اللود كان تحت فكان قاطع هنا، فانت لازم تمشي على التدريب بتاع التاور جنريتور. يعني اديك مثال اهو، ده اللي اقصده، ان كان اللود هنا قاطع مثلا عند 3/10 لندن، ده اللود قاطع عند 3/10 لندن، و بيقول لك احسب المسافه بين اللود والفيرست ماكسيمم. فانت هتبقى بتتحرك على التدريب بتاع التاور جنريتور اللي هو مع عقارب الساعه، اللي هو مع عقارب الساعه، فبالتالي ما ينفعش تتحرك كده، ما ينفعش تقول المسافه بين الفيرست ماكسيمم وبين اللود الحته دي، لا مش الحته دي، لان انت من اللود هتتحرك تاور جنريتور، فتتحرك مع التدريج بتاع التاور جنريتور اللي هو مع عقارب الساعه، فهتتحرك كل الحتة دي لحد ما توصل هنا، بعد كده تتحرك ربع لندا، فهتروح ضايف ربع لندا بلس الحتة دي بلس اللي هي 2/10 لندا عشان توصل هنا، هتبقى 2/10 لندا بلس ربع لندا اللي هي 45%. طب المسافة بين اللود والفيرست مينيموم، يبقى أنا همشي هم مع عقارب الساعة لحد ما أروح هنا اللي هو عند اللي هي 2/10 لندا لحد ما أروح للنص اللي هي الفيرست مينيموم. فأنت لازم تبقى عارف إن أنت بتتحرك من اللود مع التدريج بتاع التاور جنريتور اللي هو مع عقارب الساعة، تشوف بقى مع عقارب الساعة اروح هنا للفيرست مينيموم في 2/10 لندن عشان اروح بقى للفيرست ماكسيم، مش همشي كده لا، همشي ال 2/10 لندن دي بعد كده همشي ربع لندن كامل. تمام. لو قال لك طب المسافة ما بين اللود وما بين السكند ماكسيموم، ده لو طلب حاجة زي كده، فانت هنا مثلا لقيت المسافة دي 8% عشان الفيرست ماكسيموم، بعد كده انت محتاج تلف نص لندن تاني عشان ترجع للسكند ماكسيموم، فتروح انت قايل له مثلا 8% عايز انت كده المسافه بين اللود والفيرست ماكسيمم، عايز السكند ماكسيمم هضيف على 8% دي نص لندن بحيث الف لفه كامله وقبل ماكسيمم مره كمان، فدي كده تبقى كام؟ تبقى 58% لندن. نفس الكلام مع المينيموم، ممكن يقول لك ايه؟ ممكن يقول لك قول لي ما بين اللود وما بين الجنريتور في كام ماكسيمم وفي كام مينيموم، قول لي في كام نقطة ماكسيموم وكام نقطة مينيموم، هاو ميني ماكسيموم اند مينيموم بوينتس ما بين اللود وما بين الجنريتور. فهتعمل ايه ساعتها؟ هتروح انت ده اللود بتاعك مثلا والجنريتور بتاعك مثلا هنا، زد انبوت هي مثلا على المثال بتاعنا وزد انبوت هنا، فانت عشان تتحرك من اللود للجنريتور انت عملت ايه؟ انت لفيت اهو على ماكسيموم واحد وعديت على مينيموم واحد، بس خلي بالك من نقطة، ممكن أصلا يكون هي المسافة دي مثلا كانت كام؟ المسافة دي كانت 3/10 لندن، كانت ممكن تكون 8/10 لندن، فأنت كنت هتتحرك كده نص لندن كاملة ترجع نفس النقطة، بعد كده تتحرك 3/10 لندن عشان تروح هنا،
تبقى انت واخد في اعتبارك ان انت لما لفيت نص لندن ولفيت لفه كامله انت عديت على ماكسيموم مينيموم، ولما بعد كده مشيت 3 من 10 لندن انت عديت على ماكسيموم مينيموم تاني، فيبقى انت عديت على 2 ماكسيموم و2 مينيموم. انت هنا هيبان لك ان انت عديت هنا مره ومره، بس انت مره ممكن اصلا تكون دي كانت مسافه، المسافه انت كنت المفروض تحركها كانت 8 من 10 لندن، فانت اعتبرت ان 5 من 10 لندن هترجع لك نفس النقطه و3 من 10 لندن توديك هنا. فاللي عايز اقوله لك ان هو انت كنت واقف هنا كان مثلا المسافه 6 من 10 لندن، فانت كنت هتلف لفه كامله وبعد كده هتيجي تقف هنا مثلا، ففي خلال اللفه الكامله دي اللي انت المفروض تتحرك من 6 من 10 لندن تاور جنريتور، في خلال اللفه الكامله انت عديت على ماكسيموم مين. بعد كده لما اتحركت 1 من 10 لندن وقفت هنا وبقيت هي دي الزد انبوت، فانت عديت على ماكسيموم بس، يبقى انت كده عديت على 2 ماكسيموم و1 مينيموم في خلال المسافه ما بين اللود للجنريتور، في 2 ماكسيموم و1 مينيموم. فانت بتشوف الحركه بتاعتك وبتشوف اثناء الحركه بتاعتك انت عديت على كام ماكسيموم وكام ايه مينيموم. فقلنا شويه افكار اهو وحلينا مساله رقم 1. طب المساله رقم 2 فيها فكره واحده بس زياده، ايه الفكره دي؟ ان هو المره دي مديلك قيمه الاس ومديلك انجل ريفليكشن كوفيشنت ومش مديلك ولا زد انبوت ولا زد لود. دي جديده. يبقى احنا قلنا في طريقتين بيهم ممكن ارسم الاس سيركل، ان هو يديني زد انبوت او يديني زد لود، فاقدر اوقع اي واحده منهم وارسم الاس سيركل ايه بدلالتها، صح؟ وارسم الاس سيركل بدلالتها اللي هو مديني، اللي هو مديلك مين، اللي هو مديلك يعني ترى بس ناخد البتاع دي يبقى اللي هو مديني زد انبوت او زد لود، انا هوقع زد انبوت وهوقع زد لود و اقدر ان انا ارسم الاس سيركل من الزد انبوت او ان انا ارسم الاس سيركل من الزد لود. اقدر اعمل ده او ده، ارسم زد انبوت من ارسم الاس سيركل من الزد انبوت او ارسم الاس سيركل من مين، من الزد لود. طريقه ثالثه بيها ممكن ارسم الاس سيركل ان هو يبقى مديك قيمه الاس، دي طريقه ثالثه غير انه يديني زد انبوت وزد لود. طريقه ثالثه ان هو يديني قيمه الاس نفسها. طب ازاي لما يديني قيمه الاس مثلا بواحد وستة من عشرة اقدر ان انا ارسم الاس سيركل؟ اقول لك مش الاس سيركل، كنت بقول لك بتشوف دايره الريل تقاطعها مع الافقي ويبقى هو ده كده قيمه الاس، فهو مديك الاس بواحد وستة من عشرة، فيبقى انت هتروح على دايره الريل اللي هي بواحد وستة من عشرة اللي هي دايره الريل دي، تقاطعها مع الافقي في النقطه دي، يبقى هي دي كده النقطه بتاعتك اللي هي بتمثل الاس. يبقى فاليو الاس كنت بتحسبها ازاي؟ لو بتجيب تقاطع دايره الريل مع الخط الافقي بتاع الاس سيركل، يبقى انت عندك اس سيركل مرسومه، كنت بتيجي عند الحافه بتاعتها وتشوف تقاطع دايره الريل مع الافقي، ويبقى هي وتشوف دايره الريل اللي بتقطع الافقي، يبقى هي دي كده قبط الاس. المره دي هو مديك الاس، فهتروح انت عند دايره الريل دي وعند تقاطعها مع الافقي هترسم نقطه، والمره دي هتفتح البرجل بقى تروح يبقى عندك نقطتين، يعني نقطه السنتر والنقطه دي، تروح رسم الاس سيركل. يبقى انا كان عندي الحافه ديت كنت بشوف ايه دايره الريل اللي بتمر بيها وتبقى هي دي الاس، المره دي هو مديك الاس. فبالتالي الحافه دي اللي طبعا الحافه دي اللي كانت ايه؟ اللي هي التقاطع الافقي مع دايره الريل اللي بتمر بالنقطه دي. المره دي هو مش مديلك الرسمه او ما رسمتش انت الرسمه بدلاله الزد لود، المفروض تحسب الاس فتقول يبقى هي دايره الريل اللي بتمر بالنقطه دي و بتقطع ايه؟ الافق. لا مش تقدر افق، النقطه دي اصلا هي تقاطع الاس سيركل مع الافق، وتشوف ايه دايره الريل بتمر بيها اللي هي تقاطع الاس سيركل مع الافقي، وتشوف ايه دايره الريل بتمر بيها وتبقى هي دي الاس. فالمره دي هو مديلك الاس فمديلك دايره الريل اللي بتمر بالنقطه دي، فانا خدت تقاطع دايره الريل دي مع الافقي حددت النقطه دي ومن هنا فتحت البرجل وبدات ارسم الاس سيركل. او حل تاني ان انا اجي على التدريج اللي تحت افتح البرجل عند الاس دبليو ار لحد ما اروح عند الواحد وستة، لو افتح البرجل الفتحة لحد الواحد وستة، يبقى اجي عند السنتر وافتح البرجل لحد الواحد وستة، وبعدين اجي اقف هنا وابدا ارسم الاس سيركل بفتحة البرجل اللي انا فتحتها. بس يبقى بس خلي بالك من النقطة دي مهمة، ما تجيش تفتح البرجل وتقيس بالمسطرة 1.6، لا
في طريقتين، يا اما ان انت تشوف دايره الريل هي 1.6 وتعلم منها نقطه، اللي هي تقاطع ال 1.6 على الافقي، تعلم منها نقطه وتفتح البرجل بالفتحه دي وترسم دايره، هتلاقي الفتحه اللي انت فاتحها دي لو استعمل مسطره مش 1.6 او مش 1.6، فما تجيش تقيسها بالمسطره ب 1.6 وترسم الدايره، لا، او تيجي من هنا تفتح البرجل لحد ما تقطع عند 1.6 وبفتحه البرجل دي تيجي ترسم الاس سيركل، اجي من تحت افتح البرجل لحد ما اوصل ل 1.6 من عند السنتر، وبفتحه البرجل دي اجي من السنتر وارسم الاس سيركل، وهتلاقي ساعتها حتى النقطه اللي قطع بيها الافقي هي النقطه اللي دايره الريل بتاعتها 1.6، او اجي عند دايره الريل 1.6 تقاطع مع الافقي اعلم نقطه، واجي من السنتر بتاع السميث واروح فاتح دايره لحد النقطه دي وراسم الاس سيركل، تمام. طب وبعد ما رسمت الاس سيركل، تعالوا بس ترسمها لكم، مديلك ان الانجل بتاعت الريفليكشن كوفيشنت ب 300، هي دي اللي هتحدد منها نقطه الزد لود. ازاي بقى؟ مديلك انجل ريفليكشن كوفيشنت ب 300، فدي اللي انت هتحدد منها مكان الزد لود. طب ازاي؟ هقول لك، بص انا عارف ان الريفليكشن كوفيشنت التدريج بتاعه من 0 ل 180 ومن 0 لسالب 180، اللي هو بمشي كده من 0 ل 180 كده ومن 0 لسالب 180 كده، بحيث النقطه دي موجب او سالب 180، انا معاك، بس اللي عايزك تبقى عارفه ان انجل ريفليكشن كوفيشنت ب 300 هي نفسها سالب 60. يعني ايه؟ يعني انت لو مشيت كده لحد 180 وبعد كده رجعت كملت، دي كده قلت 190 210 220 لحد ما وصلت ل 350 360، صح، لانك مثلا هنا لما تمشي بالشكل ده اللي هو تمشي 180 وبعد كده تمشي 120 وتوقفت عند 300، هتلاقي اصلا لو كنت مشيت هنا كنت عند السالب 60، ما هو الاثنين حاجه واحده. فممكن اعتبر ان انا ماشي كده من 0 ل 360، بحيث من 0 ل 180 بعد كده 190 210، او من 0 ل 180 وهنا من 0 لسالب 180 كده. فممكن تقول يبقى ال 300 ان انا همشي 180 وبعد كده همشي 120، هتلاقي نفسك وقفت عند التدريج بتاع سالب 60 اللي هو في تدريج الانجل اوف ريفليكشن كوفيشنت، وقفت عند تدريج السالب 60، او تقول يبقى انا من البدايه خالص همشي سالب 60 كده، اللي هو همشي 60 بالسالب، الاثنين صح، همشي 300 كده 180 و120، هنا نفسي واقف عند تدريج السالب 60، او من البدايه خالص كنت همشي ايه سالب 60 كده، وبعد كده تمد خط. ليه؟ اصل دي كده انجل الريفليكشن كوفيشنت بتاعت اللود، فانت هتمد خط، يبقى انت معاك الاس سيركل اللي هي الزد لود بتقع عليه، معاك الانجل بتاعت الريفليكشن. فاكر لما كان بيبقى عندنا زد لود كنا بنمد خط ومن هنا بنحدد انجل الريفليكشن، كنت بتحدد المسافه دي او بي على او كيو، اللي هو طبعا الكيو ديت كانت لحد دايره الريلي بزيرو، الكيو كانت بتحدد دايره الريلي بزيرو، بس كنت اسم او بي على او كيو تطلع ماجنتيود الريفليكشن، و كنت بتمد الخط بحيث يطلع انجل اوف ريفليكشن بحيث تطلع انجل ريفليكشن، وبرضه يوديك انجل ريفليكشن وانت اوريدي راسم الاس سيركل. فجاست لو انجل ريفليكشن 300، لو مشيت كده 300 او مشيت كده سالب 60، فجاست ان انا مد خط، انا كده لما اقطع هنا فالنقطة دي بتمثل ايه؟ اللي هو تقاطع الخط ده مع الاس سيركل ده بيمثل لي النورمالايزد لود، ده بيمثل لي النورمالايزد لود. بس في حاجة بس نسيت اقولها، ان هو لما كنت بقول لكم من شوية ان انا لو مديك الزد انبوت ومنها بقول لك احسب لي زد لود، لو بعد كده كنت قايل لك احسب لي الريفليكشن كوفيشنت او اي حاجة كنت هتحسبها بدلالة الزد لود، كنت قايلها لكم بس تأكد عليها تاني، هتبقى بتحسب الريفليكشن كوفيشنت او اي حاجة على طول فانكشن في ايه؟ الريفليكشن كوفيشنت تحسبه فانكشن في زد لود، لان هو يقصد بيه الريفليكشن كوفيشنت عند اللود، تمام. ف يبقى انا كده حددت زد لود، بعد كده بقى ممكن منها يطلب اي مطلوب منك، هتلاقي بقيه المساله رقم 2 ما فيهاش فكره، فيك احسب الريفليكشن. طبعا الريفليكشن انت بعد ما مديت خط بقى عندك الاو بي وعندك الاو كيو، الاو بي اللي هي المسافه دي والاو كيو اللي هي المسافه دي لحد دايره الريلي بزيرو، وقلت لك برده ممكن ان انت تاخد الفتحه دي وتروح حاطط فتحه البرجل دي على التدريج بتاع الريفليكشن كوفيشنت وتجيب ماجنتيود الريفليكشن، اوريدي الانجل معاك ب 300، يبقى انت حسبت الريفليكشن كوفيشنت. الزد لود بعد ما حددت النقطه بتاعتها هتروح جايب احداثيات، يبقى انت كده جبت الزد لود نورمالايزد، هتروح ضربها في الزد لود، يبقى انت كده طلعت الزد لود.
الزد انبوت مديلك طول الترانسميشن لاين 6 من 10 لمده، فزي ما قلت لك هتبقى واقف عند نقطه تقول له انا اتحرك 5 من 10 لمده ارجع نفس النقطه، بعد كده اتحرك 1 من 10 لمده باور جنريتور. طبعا هنحلها معاك يا دلوقتي، بس بعد كده بقول لك بس انا افكار سهله. بعد كده بيقول لك هات الديستنس من اللود، الديستنس اوف ذا فيرست مينيمم فولتج فروم ذا لود، بيقول لك هات الديستنس ما بين اللود والفيرست مينيمم، ودي اوريدي كنت قايل لكم ايه فكرتها. فبصوا كده هنا اهو، راح رسم طبعا هنا هيقطع عند السالب 60 دي 40 50 اهو، اللي هو التدريج اللي فوق 40 50 60، ف هيمد خط ويقطع هنا في نقطة اللي هو ايه الزد اللي نورمالايزد. انا كده حددت الزد اللي نورمالايزد، و بعدين ابدا بقى. انا كنت بقولك عشان تجيب الزد انبوت تتحرك 6 من 10 لندا تاور جنريتور. فانا هعمل ايه، انا قطعت هنا في تاور جنريتور عند 0.33 وروح اتحرك 6 من 10، 5 من 10 هترجعني لنفس النقطة، بعد كده 1 من 10 هينقلني هنا، واروح مدد خط ومحدد الزد انبوت. طبعا الزد لود هو كان طالب منك، فتروح انت جايب الاحتساب بتاعتها اللي هي دايرة الري اللي بتمر بيها ودايرة الايماجنري طبعا اللي هتبقى في السالب، ونطلع زد ال نورمالايزد، ومنها تضرب في زد نوت وتطلع زد ال. زد انبوت هنا برضه هتجيب احداثياتها بحيث تطلع زد انبوت نورمالايزد، بعد كده تضرب في زد نوت فتطلع زد انبوت. الاس اللي هي دايره الريل اللي بتمر بالنقطه دي هو اصلا مديها لك، لا فمش طالبه. الريفليكشن كوفيشنت تحسب المسافه دي على المسافه لحد نقطه الكيو اللي نقطه الريل اللي بزيرو او دايره الريل اللي بزيرو، يبقى انت كده حسبت من دي الريفليكشن اوريدي الانجل معاك 300. الديستنس من اللود للفيرست مينيموم اللي هي طبعا ان انا واقف هنا وبتحرك تاور جنريتور، لو افضل اتحرك المسافه دي لحد ما اوصل للفيرست مينيموم اللي هو هيبقى من 33% لحد النص اللي هو كام، اللي هو 16%. فتلاقي بقى دي الحاجات اللي هو قايلها لك، اللي هو دي احنا لسه حاسبينها بحوالي 16% ال 16% لندا، والحاجات دي اوريدي ايه حسبناها وحسب هو ماجنتيود الريفليكشن اوريدي هو على انجل 300 وخلاص كده. ملحوظة تانية عشان دي جت قبل كده في امتحان قبل ما ناخد اخر مسألة، اخر مسألة فيها فكرة واحدة بس، احنا كده ناقص لنا فكرتين. بالمناسبة احنا ناقصين فكرتين عشان نبقى خلصنا السميث، هو في الفيديو ده انا هشرح السميث من غير الاستوب، الاستوب ان شاء الله هعمل لها ايه فيديو لوحدها. انا كده شرحت السميث من غير الاستاب، والاستاب هعمله فيديو لوحده. فكده اصلا ناقصنا فكرتين، الفكره دي اللي هي فكره الادميتنس، وفكره كمان عايز اقول لكم عليها دلوقتي كانت جايه كده في امتحان سابق. ممكن تلاقيه ان هو ادالك ريفليكشن كوفيشنت ك ريل وايماجينري، مثلا يقول لك ان هو مثلا اي حاجه نص زائد مثلا 3 من 10 جي مثلا، بس مديلك ريلو ايماجينري، مديلك الريفليكشن كوفيشنت كريلو ايماجينري، ومديلك الاس، ومديلك ايه الاس اللي هو مثلا قيمه الاس بكام، ب 1 و 6 من 10 تمام. فالمره دي مديلك الاس ومديلك ال reflection coefficient ك magnitude angle. فالمرة دي هتعمل ايه؟ أول حاجة أنت هتروح حاسب فهيبقى مديلك ان الريفليكشن كوفيشنت قيمته مثلا 3 من 10 بلس 5 من 10 جي، فالمره دي هيديلك الريفليكشن كوفيشنت ك ريل وايماجينري وبس، وطالب منك ان انت ترسم الاس سيركل ب المعلومه دي، انه مديلك الريفليكشن كوفيشنت ك ريل وايماجينري بس كده. طب ازاي هتعمل الكلام ده؟ هتقول اول حاجه روح حاسب ماجنيتيود الريفليكشن كوفيشنت اللي هو الجذر التربيعي 3 من 10 سكوير بلس 5 من 10 سكوير، طلع معايا رقم مثلا وليكن اي حاجه، طلع معايا 2 من 10. وهحسب الانجل بتاعت الريفليكشن كوفيشنت ازاي، اللي هي التان انفرس
الإيماجينري على الريل، هيطلع معايا وليكن 78 ديجري مثلا. يبقى تاني هو في المسألة هنا عايزك دي كده فكرة جت قبل كده في امتحان، إن هو عايزك ترسم الإس سيركل ومديلك ريفليكشن كوفيشنت كريلو ايماجينري. فأنت ممكن على الآلة يعني تكتب الريلو ايماجينري وتحول ماجنيتيو أنجل، أو تقول له الماجنيتيود هو جذر تربيع الريل سكوير بلس الايماجينري سكوير، والأنجل ده انفرس الإيه الايماجينري على الريل. فأنا كده طلعت إيه ماجنيتيود والأنجل بتوع الريفليكشن كوفيشنت ماجنيتيود وأنجل. طب وبعدين ازاي منهم اقدر ارسم الاس سيركل؟ اقول لك ببساطه، هتيجي هنا انت الانجل ب 78، فتروح انت متحرك كده انجل لحد ما تقف عند 78 وليكن دي، ان هو واقف عند ال 40 بس هتقول دي 78، وهتروح مادة خط من الاورجن بحيث يمر بالنقطه دي. يبقى انت عارف ان الزد لود بتاعتك ان بتوين هنا، ولو انت عرفت الزد لود فين بالظبط هتعرف ترسم الاس سيركل. فانت عارف ان هي ان بتوين بس انت مش عارف هي فين. ليه؟ قلت لك من الانجل ريفليكشن كوفيشنت اللي هي انجل الزد لود، اللي هو لما همر الخط كده بالزد لود هيقطع في انجل ريفليكشن، فانا حددت انجل ريفليكشن لان هو كان مديني ريفليكشن كوفيشنت. طيب ازاي منه بقى احسب الزد لود؟ هقول لك، هو مش كمان انت حسبت ماجنتيود الريفليكشن طلع ب 2 من 10؟ ماجنتيود الريفليكشن كان بيبقى عباره عن الاو بي اللي انا مش عارف البي فين. انا لو عرفت البي فين، البي ديت كانت اخر كانت نقطه تقاطع زد لود داش، او النقطه اللي زد لود داش موجوده فيها على الـ على الاس سيركل. فانا عرفت فين البي، انا هفتح البرج اللي لحد البي وهرسم الاس سيركل. فكان مجدود الريفليكشن اللي انا لسه حاسبه كان هو عباره عن الاو بي على الاو كيو، الاو كيو اللي هو كان هنا، دي كانت نقطه الكيو اللي هي نقطه اللي الريل بزي. فانا معايا الاو كيو كلها، معايا الريفليكشن كوفيشنت اللي هو كان عباره عن الاو بي على الاو كيو، اقدر احدد المسافه من الاو لحد البي، والمسافه دي اروح اقيسها بالمسطره واحدد نقطه البي اللي هي نقطه الزد لود نورمالايزد، ومنها ارسم الاس سيركل. فانا الانجل اهو حددت لي اللاين بتاعي، طب عند اي نقطه بالظبط انا عارف ان هو مديت الريفليكشن اللي انا حسبته، اللي هو اللي انا حسبته هو الاو بي على الاو كيو، الاو كيو معاه المسافه بتاعتها، الاو بي بقى اروح احسبها من الايكويشن دي، معايا مدير ريفليكشن معايا الاو كيو، فاقدر احسب الاو بي، اجي من المسطره اقيس المسافه دي واوقف عند النقطه اللي انا قستها، دي كانت مثلا 3 من 10، اروح اقيس لحد ما اوصل عند 3 من 10 سنتي او مثلا حتى 3 سنتي ايا كان، ويتحدد نقطه، وبعد كده تبدا ترسم مين الاس سيركل. تمام، فدي فكره. والفكرة الأخيرة إنه يطلب منك اللود أدميتنس، أو يطلب منك الأدميتنس بتاعت الزد إنبوت. فهي مش حاجة صعبة. إيه الفكرة؟ أنت بعد ما تطلع قيمة الزد لود وتحددها، فأنت لو كنت عايز تجيب الأدميتنس أنت كنت هتقول واحد على الزد لود. أنا بتكلم لو كان أناليتيكال يعني. فأنا هنا أدي نقطة البي لنقطة الزد لود، فأنا كنت أنا أناليتيكال كنت هقول واحد على الزد لود. لكن لو أنا عايز بقى أجيب قيمة الواي ال اللي هي الأدميتنس بتاعت اللود، بقول لك شايف الخط ده اللي انت كنت موصل ما بين الزيرو لحد اللود وكملت بقى لحد الكيو، ماشي الخط ده بالعكس، يعني الخط ده ماشي كده ماشي بالعكس، النقطة اللي يقطع فيها هنا هي دي كده الواي ال نورمالايز او الادمتنس نورمالايز. فانا كل اللي هعمله ان انا همشي الخط ده ايه بالعكس، الخط اللي كان واصل لحد زد اللود هروح ماشيه بالعكس، هيقطع الاس سيركل في نقطة، النقطة اللي قطع فيها الاس سيركل هي دي كده الادمتنس نورمالايز. طب انت معاك الادمتنس نورمالايز، عايز تجيب منها الادمتنس بقى، الطبيعي كنت بضربها في زد نوت، اقول لك لا دي لو امبيدنس، فانت معاك الادمتنس نورمالايز فتروح ضربها في الواي نوت اللي هي واحد على الزد نوت، اللي هو هاخد الادمتنس نورمالايز واقسمها على الزد نوت، واقسمها على الزد نوت عشان اطلع بقى قيمه الادمتنس نفسها، الادمتنس بتاعت النوت اللي طبعا هتبقى اليونت بتاعتها ايه بالمو. فالادمتنس زي ما قلت لك ايه، هتعكس الخط، هتقطع في نقطة تجيب احداثيات، ويبقى انت كده جبت النورمالايزد ادمتنس، تروح قاسمها على زد نود، يبقى انت كده جبت مين قيمة اللود ادمتنس نفسها. يبقى احنا كده خلصنا السميث، نايس، بس الستوب ده هنعمله ان شاء الله في ايه فيديو بعد.